أنا الأهلي، أنا المبدأ، أنا الأخلاق، ويوم عن يوم يزيد ملايين من العشاق. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة وليلة جديدة من الأهلي خط أحمر. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أحمد، وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي وبرنامج الأهلي خط أحمر. بالتأكيد، ولازم نشكر كل مشاهدي برنامج الأهلي خط أحمر تحديدا على الحلقة السابقة، كان في ظل مباريات مهمة جدا، ولكن كالعادة بفضل الله الحلقة تخطت المليون مشاهدة. المقاطع اللي نزلت على البيج الرسمية للنادي الأهلي فيسبوك قناة النادي الأهلي، كنا سعداء وكان رهان، كنا طالعين في ظروف فيها مباراة الزمالك، وده بيؤثر على المشاهدة أكيد طبعا بحكم إن هي مباراة مباشرة، ولكن عهدكم بينا وعهدنا بيكم مزيد من نجاحات. شهر ديسمبر عندنا حوالي 4 مليون و700 مشاهدة على صفحة 4 مليون و700 ألف مشاهدة على صفحة القناة الرسمية فقط من خلال المقاطع اللي تم تداولها للبرنامج، وصدقوني النجاح ده بيضع علينا مزيد من المسؤولية ومزيد من المحاولة ان احنا دايما نكون جوه خط قناة النادي الأهلي وأدبيات النادي الأهلي. النجاح صعب بس الحفاظ عليه اصعب بكتير يا اسامه. تاكيد، لكن كلنا ثقه ان شاء الله في جماهير النادي الاهلي، وثقه باذن الله في اننا نقدم دايما او نفضل دايما على خط قناه النادي الاهلي بما يتناسب مع مبادئ واخلاق النادي الاهلي. عندنا طبعا اخبار كتيره النهارده وموضوعات كتير، لكن طبعا اهمها صفقه اليو بادجي، صفقه مهمه جدا. النادي الاهلي كان باقي له مكان في القايمه، قدر يجيب اللاعب، ونتمنى ان شاء الله يكون الصفقه اللي تريح جماهير النادي الاهلي في مركز المهاجم. طبعا كان عندنا ناس بتطالب مركز راس الحربه ومركز قلب الدفاع، ولكن الاولويات دايما وخاصه في بطوله افريقيا هي لمركز المهاجم، ودي وجهه نظري الشخصيه، ممكن بعض الناس تتفق معها او تختلف، لكن انت في منافساتك الافريقيه جميع الفرق تحديدا حتى الفرق الطب اللي هي بتنافسك زي الترجي زي مازيمبي عندها مشاكل دفاعيه كتير، لكن دايما كان عندهم الشخص الحاسم امام المرمى. احنا ان شاء الله نتمنى فاليو بادجي يكون صفقه فارس من العيار الثقيل ويعيد للاذهان صفقات زي فلافيو. في معادله صعبه جدا يا احمد في اختيار اليو بادجي كالمكان الفاضل للنادي الاهلي. انت مسجل في الدوري 33 هدف من 11 مباراه بمعدل 3 أهداف لكل مباراة. المعدل ده تهديفيا بالنسبة لأي فريق في العالم هو من المعدلات اللي تصنف كلاس A في مستوى الفرق هجوميا، ولكن معدل خلق الأهلي للفرص أعلى، أعلى ومن أفضل المواسم اللي على مدار آخر 5 مواسم للنادي الأهلي. وعشان كده أنت محتاج المهاجم اللي ينهي الهجمات، ومحتاج المهاجم الفينيشر، ومحتاج انك تترجم معدل خلقك للفرص ده لطموح اكبر، خصوصا كمان في افريقيا يا احمد زي ما انت قلت. بالظبط، هي افريقيا لان معيار واحتكاك مهم جدا، لكن في الدوري اكيد ماشيين بشكل محترم جدا، وقلنا معيار الاهداف عالي جدا 3 اهداف، ودي نقطه ايجابيه طبعا بتعود طبعا لرينيه فايلر واداء النادي الاهلي. لكن طبعا عايزين ناخد فكره عن اللاعب، طبعا كان له تصريح مهم جدا على البيج الرسميه للنادي الاهلي على السوشيال ميديا، نشوف تصريحات الصفقه الجديده ونرجع تاني. اكيد هتكون حاجه كويسه جدا ليا ان انا العب لمنتخب السنغال الاول، لاني بالنسبه لي انا لعبت في كل مراحل الناشئين في منتخبات السنغال الصغيره، وكنت دايما الهداف بتاع الفريق بتاعي، الهداف دايما سواء في قطر او في توجو. سجلت مع المنتخبات اكتر من 13 جون وصنعت اهداف كتيره كمان، كنت من اهم لاعبين الناشئين في السنغال. انا عندي الطموح ان انا اكون كمان في المنتخب الاول للسنغال، وخصوصا لو انا اجتهدت واشتغلت وكملت على نفس الطريق اللي انا ماشي عليه. اكيد اي حاجه ممكن تحصل طبعا، خصوصا لو انا لعبت كويس هنا وسجلت اهداف كتير هنا، ده هيكون مهم جدا بالنسبه لي، لان ده فريق مهم جدا، فريق النادي الاهلي اكيد كل الناس عارفاه، هو النادي رقم واحد واكتر نادي فاز ببطوله افريقيا. لما اسجل اهداف كتير اكيد الناس هتبقى مهتمه ان هي تضمني المنتخب السنغالي، وده اللي انا بسعى ليه. انا شايف ان ده امر طبيعي جدا، خصوصا ان النادي الاهلي نادي مهم جدا في افريقيا، وانا حابب العقليه بتاعت المشجعين بتاعته. انا متحمس جدا جدا لماتش الاول مع النادي الاهلي، وبتمنى من ربنا ان هو يساعدني ان انا في الوقت دوت اسجل اهداف كتيره زي ما انا بتمنى. انا اكيد ما عنديش علم قد ايه اهداف ممكن اسجلها، بس اللي انا متاكد منه ان انا هسجل اهداف كتيره مع الاهلي. هدعي لربنا، اكيد هشتغل كويس جدا، وهدعي لربنا ان هو يساعدني ان انا اسجل دايما اهداف كتير.
أكيد كان عندي خلفية بسيطة في الأول لما قابلت أمير، بس أنا كنت معتقد، كنت بقوله دايما أنا عارف النادي ده كويس، ده نادي كبير. قال لي لا، أنت لسه متعرفش حاجة، لما تروح هناك هتعرف كله. وأنا منتظر جدا الوقت دوت، بس أنا متأكد إن دي هتبقى تجربة غير أي حاجة أنا عملتها قبل كده. تصريحات مهمة جدا من أليو بادجي، اللي خلاص بقى عندنا اتنين أليو في الفريق، لكن الأهم في التصريحات هو الحوار اللي تم بينه وبين الكابتن أمير توفيق، لما يقول له أنا عندي طبعا خلفية إن ده من أفضل أندية في أفريقيا. الكابتن أمير توفيق قال له أنت لسه ما تعرفش حاجة، لما تيجي مع النادي الأهلي وتتفاعل مع جماهير النادي الأهلي هتكتشف أهلي مختلف تماما. طبعا بنتمنى كل التوفيق للاعب، أي صفقة بتيجي طبعا معيارها الأساسي هو الملعب. تاريخ اللاعب 22 سنة، منتخب ناشئين فارس مع السنغال وبيأدي بشكل كويس، وكمان التناول انت بتجيب لاعب من اوروبا بكواليتي مختلف جدا، الناس دي لها عين بتشوف كويس جدا، فتجيب اللاعب ده وتستقطبه للنادي الاهلي، كلها مؤشرات تدل على النجاح. ولكن برضو المعيار في النهاية اداء اللاعب داخل الملعب وتأقلمه مع الفريق والاجواء في مصر، وان شاء الله ده يتحقق باذن الله. اكيد يا احمد، ولكن انت قلت جملة مهمة قوي، فكرة اللاعب اللي بيجي من اوروبا. صعب جدا لاعب بيلعب في اوروبا، حتى بغض النظر عن اسم الدوريات، في اعتقادي ان اي لاعب بيلعب في الدوريات الاوروبيه بيبقى طموحه ينتقل لدوريات اوروبيه اقوى. ولكن فكره ان انت تنتقل للنادي الاهلي ده شيء له مرجعيه بقى. رمضان صبحي وخروجه على الدوري الانجليزي، احمد حجازي وخروجه للدوري الانجليزي، فانت نادي جاذب. انا عارف ان جمهورنا ما بيحبش فكرة ان اللاعب جاي ان هو يلعب في النادي الاهلي ويكون بيبص لمحطة تانية، حتى لو هتقول ان افضل نادي في العالم اللاعب هينتقل ليه، ولكن تسويقيا ده طبيعة حال تفكير الجمهور بالظبط. يعني النادي افضل نادي في الكورة ده طبيعي، ولكن بتفكير اللاعب المحترف هو بيبص الترانسفير اللي هيعمله ده خطوة ان هو يقدر يعمل في كاريره بعد كده نقلة تانية ولا لا. ده اللي بيساعد لاعبين خرجوا من نادي الاهلي للدوري الانجليزي مباشرة. اتحدى ان انت تجيب نادي في افريقيا يكون بيقدر يعمل ده، وده اللي بيخلي اي لاعب بيبص على خطوه انتقاله للنادي الاهلي بيشوف ان بالعكس هي خطوه مهمه جدا في مسيرته. انا مش بنتقل لمجرد فريق في افريقيا، انا بنتقل لسيد الانديه. وعشان كده لازم نطلع للفيديو ده عشان نشوف بعض من اهداف أليو بادجي اللي تمنى يكون سيد الهدافين. نطلع نشوف الاهداف. Buddy legs board for Tolkien. What a winner! What a winner! What a Hello! Niklas Abadji ball! Utjämnat för Djurgården. Alio Badji gör 1-1 i den 84 minuten efter den där hörnan av Kim Källström. Efter in bollen istället. Och här Badji ball! Emot Badji! Och där kommer 1-0 Djurgården! Badji gör mål! In med bollen, här kommer Badji i mål! Som har läggat foten, lägger in bollen istället. Där är Tinac! Och Badji i mål! Gunnarsson med nick mot mål. Och Badji gör mål! Alio Badji gör mål! Stilsson. Badji på väg igenom. Här är Alio Badji mot linan. I mål! Alio Badji. نتمنى الأهداف دي تكون مرتبطة بأداء أليو بادجي مع الأهلي، ولكن سهل جدا تعمل لأي لاعب أهداف. احنا هنقيم لكم بادجي رقميا بنقاط مهمة جدا ان احنا نقف عندها ونشوف اللاعب ممكن يقدم ايه مع النادي الأهلي، لان خلينا نعترف وعندنا مصداقية في الحديث، اللاعب مش اللاعب اللي انت جايبه خلفية أرقامه التهديفية او السي في بتاعه كبير، ده بينعكس ان هو لاعب عنده 22 سنة. الفكرة كلها ان ده لاعب واعد،
هتطلع منه ايه مع النادي الاهلي، هتقف عند ايه من مسيرته الفتره اللي هو لعبها. في تباين، في وقت كان بيسجل فيه معدل تهديفي جيد، في وقت كان فيه تراجع، ولكن مع النادي الاهلي في ظل منظومه خلق الفرص دي في النادي الاهلي هتوصل مع اللاعب لايه؟ وده الرهان. انت فكرت في لاعب ما اتحرقش يا احمد يعني، او اللاعب ما استهلكش. خليني قبل ما تستعرض ارقامه، لان دي نقطه مهمه جدا اللي انت بتتكلم فيها يا فارس، هي فكره الناس لو خدت الموضوع من خلال ارقام مهاجم فبرضه هتقول ان مش دي الارقام اللي ممكن ترسم النادي الاهلي، لكن دايما لازم نحط في الاعتبار ان كل لاعب مع كل نادي بيختلف تماما جدا. صح جدا. ظروف النادي ده بيختلف تماما، المدير الفني المسؤول في النادي ومدى قناعته بيه، الظروف المحيطه باللاعب، فده مش مؤشر على ان اللاعب مش هداف. بالظبط زي ما جينا في البدايه، ولازم هنا نتكلم مع السوشيال ميديا لانها اتكلمت في بدايه اختيار مستر ريني فايلر بدون سي في. اعتقد الايام اثبتت ان السي في مهم جدا، لكن ممكن ان انت بتروح لمكان بعيد جدا في التعاقدات تبقى شايف مدير فني قادر ان هو يحقق لك مشروعك، وان شاء الله يكون برضو اليو بادجي هو الهداف اللي قادر ان هو يحقق مشروع النادي الاهلي، خاصه بعد قناعات ريني فايلر، لان طبعا سياسه التعاقدات في النادي الاهلي لازم يكون المدير الفني مقتنع بالصفقه ومقتنع باللاعب. انا بس حبيت اتكلم عن النقطه دي لان انت لفتت نظري لنقطه مهمه جدا. الفكره انت بتاخد ريسك او بتاخد قرار تقييمه بيكون في النهايه. نشوف ارقام بادجي عشان نشوف انت شفت فيه ايه وايه اللي خلاك تشوف ان هو موهبه انت محتاجها. لاعب عنده 22 سنه، سنغالي، لعب في كاسا سبورت السنغالي ودي احد الاكاديميات، ويرغ دينسن السويدي، ولعب في رابيد فيينا كمحطه اخيره ليه. ننتقل لارقام اللاعب. اللاعب في موسم 2017-2018 وهو من مواسمه الجيده جدا في نادي لعب 1629 دقيقه، سجل 10 اهداف بمعدل 0.55 هدف لكل 90 دقيقه. احنا بنتكلم في حاجه احيانا هي عدد المباريات، معدل اللاعب التهديفي ما بيتاخدش على عدد المباريات ولكن بيتاخد على عدد الدقائق، ودي المغالطه اللي كتير مننا وقع فيها وهو بيقيم اداء بادجي في مرحلته الاخيره. عدد الدقائق اللي لعبها في الموسم الحالي مع رابيد فيينا كانت قليله، بالتالي هو كان بيمر بمشاكل في فكره المشاركه وقناعتهم زي ما تحدثوا باللاعب او المهاجم الياباني اللي جابوه بسعر اغلى كتير جدا وان هو لازم يلعب، فالمعدل التهديفي الخاص بيه وفقا للدقائق دي مش هو الافضل، هو يقترب من نص هدف في المباراه لما انت بتقسم على النسبه. ده رقم جيد. اللاعب معدل تصويباته يقترب من 3 تصويبات في المباراه، مش هي الارقام القويه جدا ولكن ارقام بالنسبه لاي سكاوتر لما يجي يبص على اللعيب ويعمل سكاوتنج عليه هيشوف ان هو لاعب عنده مقومات واعده، اهمها زي ما شفنا في فيديو الاهداف الضربات الراسيه، وده كمان بيعكسه تفوق اللاعب يا احمد في العاب الهوا، هو دايما بيفوز باي كرات عاليه على المدافعين نتيجه الطول طبعا والمقومات البدنيه ليه، فدي حاجه مهمه جدا. كمان اللاعب مقاوماته فيما يخص التمركز وانهاء الهجمه جيده، نتمنى نقدر نبني على ده. هي الفكره كلها ان انت جايب لاعب بمقاومات جيده ارقامه مش هي اللي بتعكس مقوماته بشكل كامل، ولكن انت بتتمنى ان هو يعمل زي ما بتقال بره فكره البومي، ينفجر عندك يحقق افضل ارقام عندك، وده اللي هنتفرج وهنقيم لكم بموضوعيه. هل بادجي افاد النادي الاهلي بالشكل الكامل ولا لا؟ ولكن يا احمد ردود افعال السوشيال ميديا لازم نروح لها. طبعا اسم اليو طبعا خلى الناس كلها تتفاعل على فكره ان احنا عندنا اليو ديانج ودلوقتي اليو بادجي، فعندنا من بيجي ماجيكانو بيقول واللي عنده اثنين اليو زينا نقول له عمنا. طبعا ده دي طبعا تفاعل البيجات مع السوشيال ميديا على صفحه زي ما حضراتكم شايفين، اللي عنده اثنين اليو زينا نقول له يا عمنا. طبعا كلها كانت دمها خفيفه فارس، وعندنا جمهوريه الاهلاويه دبابات مع بعض ملناش دعوه بيهم. طبعا ما شاء الله الطول واضح جدا الفرق بين بادجي واليو ديانج. طبعا احنا كنا بنقول على اليو ديانج دبابه جدا ما شاء الله عليه، فده طبعا زي ما قلنا بيفيدنا في العاب الراس بشكل كبير. كمان نشوف الاهلي اليوم كانت بتقول كده مش باقي غير الليو واحد لتكتمل قائمه الليوهات، وطبعا بالاشاره الليو ميسي، بس ده سعره صعب قوي. انت قلت السيد هو ده سيد اللاعبين وانت بتتمنى يكون سيد الهدافين. طبعا نروح بقى الأهلي المبادئ وعملت حاجة لذيذة جدا وفكرة مبتكرة، اتكلموا عن
كابتن ايمن الكاشف والحس دايما الفكاهي اللي عنده في اطلاق مسميات على اللاعبين، وقالت احنا مستنيين نشوف ايمن الكاشف هيسمي اللاعب ايه او هيطلق عليه لقب ايه، وكانت الردود فكاهيه جدا. حبينا نستعرض بعضها. البيجو والكونكور السنغالي والتشيلو بيلو وصاحب الرأس المضيئة هو نفسه صاحب اللقطة المضيئة في اللقاء، كرة مقوسة من أليو معلول بيحولها أليو بادجي برأسية أليو ليا داخل الشباك. أسد الترنجة الغير مروض والرافعة السنغالية. طبعا الكابتن أيمن الكاشف معروف بتعليقاته، فالناس بقى بتتوقع الكابتن أيمن الكاشف هيقول لنا ايه. يا ريت كمان حضراتكم تتوقعوا الكابتن ايمن الكاشف هيسمي اليو بابجي ايه. عندنا نقطه ثانيه برضو في السوشيال ميديا وهي الاستاذ شادي عيسى. طبعا الاستاذ شادي عيسى عنده برنامج في قناه الزمالك القادمه، وطبعا مهتم جدا بشان النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، فكتب تويت او بوست بيقول: كتبت بوست عن القيمه المتوقعه لتعاقد الاهلي مع السنغالي بادجي. في حاله الاستغناء عن ازارو هتكون تقريبا 3 مليون دولار. دخل العديد من الاصدقاء الاهلاويه يردون جمله واحده زي فلوس بوطيب. الجمله يرددها كل اهلاوي كتب هنا او على تويتر، وعشان خاطرهم بس هكتب الاتي: بادجي هو بوطيب، واللي عمله بوطيب مع الزمالك هيعمله بادجي مع الاهلي. اتمنى كده يرتاحوا. نتمنى والله يا استاذ شادي ان انت لما تكتب البوست ده حضرتك اللي ترتاح. الموضوع بشكل عام لما يتفق غالبيه الجماهير على نقطه معينه ده مش معناه ان هم اتفقوا على نقطه غلط، لكن ده اتفقوا على نقطه واضحه جدا. لما انت بتتكلم عن فكره ازارو اللي المفروض او معرض ان هو يمشي لشهر يناير، واحنا ما اتكلمناش خالص، يعني انت كده اتكلمت في فكره ان هو يمشي فري واحنا ما جبناش السيره دي خالص، واعتقد مش هيحصل الكلام ده. وكمان النادي الاهلي لم يعلن اصلا مين اللاعب الافريقي اللي هيتم استبدال اليو بادجي بيه، لكن انت توقعت خلاص ازارو وهيمشي فري، وحددت بقى قيمه صفقه ازارو وقلت يبقى كده واقف اليو بادجي ب 3 مليون دولار. فطبيعي الناس تقول لك: طب وخالد بوطيب اللي جاي؟ وبرضه انت هتجيب لاعب افريقي وعندك كاسونجو حاطه في انتظار، واكيد في مشاكل بين خالد بوطيب، فالناس طبيعي بتقول لك كده. فانت تقول ان خالد بوطيب او بادجي هيعمل نفس الاداء، وكانك عالم الغيب، هيعمل نفس الاداء اللي عمله خالد بوطيب مع الزمالك. طب احنا هنشوف وهننتظر، لكن حابب بس اوضح لك فرق بسيط جدا. ان اليو بادجي اخر صفقه او اخر قيمه انتقاليه ليه على الترانسفير ماركت 1.5 مليون يورو اللي انتقل بيها لرابيد فيينا النمساوي. في الوقت اللي نادي الزمالك لما اشترى خالد ابو طيب كان اول نادي يدفع قيمه لخالد ابو طيب، ويتحط قيمه لخالد ابو طيب على ترانسفير ماركت من خلال نادي الزمالك. فمش عايزين نسبق الواقع، وبلاش فكره ان دايما كل حاجه بتؤخذ بالخيال. خلينا نحكم على اللاعب بعد ما نشوفه على ارض الملعب. لا، ده في مغالطه تانية يا احمد، وهي فكره ان حتى اجر اللاعبين مختلف تماما. يعني خالد بوطيب الدفع فيه فلوس، والقيمه الخاصه بتعاقده الموسميه عاليه جدا بالمقارنه باليو بادجي. ولكن انا هقول لك حاجه، مش ممكن من زاويه مختلفه، انا بشوف ان اللاعب فكره ان سعره كبير او صغير مرتبط بحقق ايه. فمش هنقول انت غلط او صح، بقدر ما المهم ان اليو بادجي لو حقق ارقام مهمه هيكون هو اللي رد بقيمه انتقاليه تكاد تكون معقوله جدا لما بتجيب لاعب من اوروبا. بالظبط يا فارس. وبما اننا جبنا اليو بادجي، جبناه في توقيت 16 يناير، وفي 16 يناير 2004 كان تعاقد النادي الاهلي مع محمد ابو تريكه. كابتن محمد ابو تريكه طبعا احنا عارفين فتره ما بين 2004 و2000 كان لحد ما مفيش النجم الابرز للنادي الاهلي اللي يقدر يقود المسيره واللي يقدر يصنع شعبيه كبيره عند جماهير نادي الاهلي، طبعا بعد انتقال كابتن حسام لنادي الزمالك. ففي 2004 قدر مجلس الاداره يبني فريق قوي جدا. طبعا كان على مرحلتين، مرحله شتويه جبنا الكابتن حسن مصطفى، وده كان برضه عمل لوقتها فارس جدال كبير جدا، لان ده تقريبا اول لاعب النادي الاهلي يستغنى عنه ويرجع يتعاقد معاه تاني كان الكابتن حسن مصطفى من نادي الاتحاد، كان راح للسويس ثم الاتحاد، وكان جاي معاه الكابتن محمد ابو تريكه اللي كان له تصريح وهو في نادي الترسانه مهم جدا بعد ما صعده من المظاليم، قال ان حلم حياته ضاع، وده اللي اثر عليه بشكل كبير جدا في اول موسم ليه مع الترسانه. زي ما حضراتكم شايفين، ضاع حلم حياتي. الحقيقه كابتن محمد تريكه صعد بالترسانه من المظاليم، فبدا يقول ان انا كنت بلعب براحتي وبدون ضغوط، لكن لما كانت في فرصه ان النادي الاهلي يتعاقد معايا ولم يتم التعاقد،
لعبت موسم سيء جدا، الناس بدات تعرفني في الدوري فبداوا يلعبوا عليا رقابه، لكن الاصعب من فكره الرقابه هي فكره ان انا حسيت ان حلم حياتي ضاع بالانتقال للنادي الاهلي. سبحان الله ما ضاعش الحلم يا كابتن محمد، وجيت من بوابه كبيره جدا، بوابه النادي الاهلي، بشكل مختلف برقم مختلف وهو رقم 22، فصنعت اسطوره رقم 22 بعد ما طبعا الكابتن محمود الخطيب صانع اسطوره رقم 10. اهداف مهمه جدا يا احمد تقدر تفكر الناس بيها؟ اكيد طبعا. بالمناسبه عشان بس بما اننا اتكلمنا عن صفقه يوم 16، اول هدفين للكابتن محمد ابو تريكه برضه في نادي طنطا بالظبط زي كهربا كده، هدفين وهدفين، وان شاء الله باذن الله يتحلى كهربا بصفات من كابتن محمد ابو تريكه عشان ساعتها نقدر نتكلم عليه في حته تانية خالص. الهدف ده طبعا عندنا هدف، ده اول هدف في الدوري وهو في الترسانه، وده اول اهداف الكابتن محمد ابو تريكه في شباك الزمالك. كانت النتيجه 2-0 طبعا، عارفين ظروف المباراه دي، كان طرد بدري قوي. احمد رجع خد الكره، ما ده هي دي الفكره دي. احنا هنا كنا بننافس على الدوري، كنا بعيدين جدا الدور الاول وفرق 6 بونت قبل المباراه دي بقى 9. طبعا متاخرين 2-0 وكابتن محمد تريكه جديد على الفريق وبيجيب جول مهم جدا، وقبل فرحته بيروح يجيب الكره من الشباك. طبعا ده اخر اهداف الكابتن محمد ابو تريكه مع النادي الاهلي وهو في شباك اورلاندو. طبعا دي اخر بطوله حققها النادي الاهلي افريقيا على معيار ابطال الدوري، بخصوص ابطال الدوري، لان احنا حققنا بعد كده في 2014 الكونفدراليه، لكن طبعا ابطال الدوري هي البطوله الاهم بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره حاليا. طبعا غاب الكابتن محمد ابو تريكه، وننتظر من يشعل شراره الاميره الافريقيه مره اخرى في دوري ابطال افريقيا. نستعرض معاكم بعض الارقام لكابتن محمد ابو تريكه اللي سبقتنا صفحه الاهلي الرسميه في الاحتفاء بذكرى انضمام ابو تريكه. لعب 287 مباراه مع النادي الاهلي، سجل 126 هدف، حقق 24 بطوله، 7 بطولات دوري، 6 سوبر محلي، 2 كاس مصر، و5 بطولات دوري ابطال افريقيا، و4 سوبر. افضل لاعب داخل القاره 2006 2008 2012 2013 مع اعتزاله كان بيحقق افضل لاعب داخل القاره، وفي مفارقه غريبه جدا افضل لاعب افريقي من بي بي سي 2008، هداف دوري ابطال افريقيا 2006، وهداف كاس العالم للانديه 2006. وعلى مستوى الارقام برضو حقق 5 اهداف في نهائيات دوري ابطال افريقيا، وده لاعب حاسم، ودي ملحوظه مهمه جدا. كمان 4 اهداف في كاس العالم للانديه و13 هدف في شباك الزمالك، ليجعل الديربي في وجود محمد ابو تريكه اكثر سهوله. سنوات الزمالك عانى فيها كتير جدا من وجود كابتن محمد ابو تريكه، وكتب تاريخ من الذهب كان لازم نتذكره. وبجات كتير كانت زملكاويه فرحت جدا باعتزال كابتن محمد ابو تريكه، وحاليا انا ده من اصدقاء زملكاويه بيقول لك مش بنخاف غير من وليد سليمان، كابتن وليد سليمان طبعا احد اساطير النادي الاهلي. لكن عندنا طبعا النادي الاهلي فاز على طنطا، مباراه مهمه جدا، مباراه في 80 دقيقه النادي الاهلي بيسجل هدف، ثم في 10 دقائق بيسجل 4 اهداف، بينقل مود مشجع النادي الاهلي من 80 دقيقه في 10 دقائق لشكل مختلف تماما. لكن احنا خدنا لقطه طبعا هنتكلم عن مباراه في اون سبوت، لكن خدنا لقطه مهمه جدا لمدرب نادي طنطا ايمن المزين. الصوره دي مهمه جدا، ودي بس مش مع رينيه فايلر، اللي انا عرفته ان المدرب طنطا الكابتن ايمن مزين بيدي هديه فرعونيه لكل مدرب اجنبي. لقطه محترمه والله يعني. فلقطه محترمه جدا، ولقطه كلها وطنيه وانتماء واحترام وتقدير، وهو ده السلوك اللي احنا المفروض ننقله للمدرب الاجنبي لما يجي يتعامل معانا على الملاعب المصريه، مش سلوك الخناقات والشد والجذب مع مدير فني عشان واقف بيقود فريق. عندنا بعد كده لقطه لكهربا في نفس المباراه من صفحه كلنا صالح سليم، وكانت بتقول لا يوجد شرح مطلوب اثناء احتفال كهربا بهدفه اللي نتمنى يكون بدايه سلسله احتفالات. باذن الله. عايز اقول ان كهربا فارس ما خدش وقت طويل ان هو يدخل المود النادي. كهربا ليه واقفه معانا لوحده؟ لكن نتكلم على فوز النادي الاهلي طبعا على الزمالك في الباسكت. طبعا ريمونتادا عملها فريق الباسكت بعد هزيمته بفرق 14 بونت، وصلنا لشوط اضافي واحد، فانتهت المباراه بفوز النادي الاهلي طبعا على صاله ملعب 100 عقبه 93-83، ودي كانت ريمونتادا جيده، وده الفوز الرابع للنادي الاهلي على فريق الزمالك في الباسكت الموسم ده. ننتقل لتصريح مهم جدا برضو تداولات السوشيال ميديا ومحتاجين نقف عنده، لان ما ينفعش ننعزل عن الجمهور فيه، وهو للكابتن علي فرج حارس فريق طنطا
اللي فضل صامد صامد الى ان انهار كل شيء كان علي بوفون لغايه الدقيقه 80. اعتقد لم تكن الدعوات كافيه في مواجهه طوفان النادي الاهلي. قال تصريح مهم جدا لازم نقف عنه: رهبة استاد القاهرة سبب خماسية الأهلي، أكتر من لاعب في طنطا لم يسبق لهما اللعب من قبل على استاد القاهرة، الملعب كان له رهبة كبيرة فضلا عن أن الأهلي في أفضل حالاته. الجمهور تداول فكرة أن أنت بتتحدث عن فريق مش بجمهوره كامل في استاد القاهرة، كان كافي أن فريق طنطا يخسر بخماسية، وده دور الجمهور اللي شفنا بالاتساق مع بيان النادي الأهلي اللي صدر اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت عن أهمية عودة الجمهور. النادي الأهلي لا يألو جهدا في الضغط والمطالبة بعودة الجمهور، وهنا بنناشد المسؤولين دور الجمهور لفرق اللي بتنافس في أفريقيا مهم جدا، وصدقوني مش عشان الأهلي والزمالك فقط، انت بتفقد اللاعب الدولي شخصيته وقدرته على اللعب في مستويات أعلى، لأن عندك كتير جدا من اللاعبين من الدوري المحلي، وشفنا في 2019 في الكان ما كانش منتخب مصر في أفضل حالاته. يا أحمد مهم جدا أن المسؤول ياخد قراره بدون أي حسابات أخرى، أكيد في حسابات أمنية بنحترمها طبعا ما نقدرش نتكلم فيها، ولكن إحنا قادرين نحقق أي حاجة ونخرج بصورة كويسة جدا، خاصة وإننا حققنا بطولة ناجحة جدا، بطولة المنتخب الأولمبي اللي حصل عليها منتخب مصر الأولمبي، وكان طبعا الاستاد ممتلئ عن آخره، فإحنا قادرين. لكن الحقيقة في نقطة تانية كمان بتاخدنا لتنافس الفرق لما بنلعب بدون جماهير ونطلع نلعب في أفريقيا، نقطة أخرى تانية بيسبقنا ليها اتحادات تونس والمغرب وبيلعبوا اللعبة بشكل واضح وصريح وقانوني. أندية تونس بقت أو الاتحاد التونسي بقى دلوقتي بيجلب الحكام الأفارقة لإدارة المباريات داخل الدوري التونسي، وطبعا لهم تصريحات شهيرة، لكن عايزين نوضح أن مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي اللي انتهت بفوز الترجي التونسي كان الحكم الأثيوبي بملاك تسيميا، وده الحكم اللي أضاع نهائي أفريقيا 2017 مباراة الذهاب، كانت المباراة بين الأهلي والوداد، وركلة الجزاء واضحة جدا لوليد أزارو تغاضى عنها تماما الحكم. فعايزين وقفة من اتحاد الكرة المصري في مساندة الأندية المصرية في مطالبها المشروعة والعادلة مع الاتحاد الأفريقي بخصوص الكاف، واللي بدأت برسالة أو شكوى النادي الأهلي للكاف من الحكام، وكمان مطالبة النادي الأهلي بتقنية الفار في الأدوار بس في الماتشات المهمة والأدوار الإقصائية مش بس النهائي، لأن دي لعبة صعبة جدا وإحنا بنحذر منها من دلوقتي، زي ما حذرنا قبل كده من اختيار الملعب النهائي لدوري أبطال أفريقيا، واللي ما زلنا بنتمنى ما يكونش ملعب محمد الخامس. وفي حاجة بقى عايزين نتكلم فيها بشفافية ووضوح معاكم، احنا دايما بنكون مباشرين مش محتاجين نلف وندور، دايما مع اي حدث الجمهور بيطالب النادي الاهلي انه يكون ليه موقف معلن ورسمي. اكيد النادي الاهلي كان ليه موقف معلن ورسمي قريب جدا في بيان لم يخرج من اي نادي افريقي يتحدث وشكوى للفيفا عن اختيارات الحكام وتعيينتهم. انت بتتحدث اليوم يانت الحكم برضو اللي من النخبة الإفريقية جاي في المباراة بتاعة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي، أنت ما تقدرش تتحدث عن اتحاد تونسي له كل الشأن وله كل الحرية في تعيينات الحكام، وما تقدرش تشكك في نزاهة حكم إفريقي بيعين في دوري آخر، ده حقه، ولكن أنت هنا ده دور الإعلام. الزميل محمد سعيد امبارح ضغط في قناة النادي الأهلي وتحدث، وجميع قالتك الإعلامية الأهلوية بتتحدث، والنادي الأهلي سجل مواقفه الرسمية ببيانات بيتحدث فيها وشكوى رسمية وخطابات ومخاطبات رسمية، مش مجرد بيانات بيشكو فيها. ده الدور المتكامل اللي بيعمله النادي الأهلي. صدقوني يا جماعة مفيش حد هيكون جوه منظومة النادي الأهلي هيتقاعس عن إن هو يضغط من أجل حقوق النادي الأهلي، ده اللي لازم نكون فاهمينه، بس مش شرط إن كل حاجة تتعمل بشكل اللي احنا نعتقد إن هو سهل جدا يتعمل، لأن في حاجات ممكن تورطك في أبعاد كتير جدا ما ينفعش تتكلم فيها. بالظبط، ولكن يا فارس انا عايز اقول واحنا بنكلم جمهورنا بصراحه ده حقيقي، لكن جلب الحكام احنا مش شاككش طبعا في الحكام ولا بنشكك في نزاهه الحكام، لكن هي الفكره كلها لما يكون الحكم معتاد انه يروح لتونس او المغرب يحكم مباراه دوري، اعتقد في بعض المباريات هيكون في تعاطف مع الانديه دي. هو الاتحاد الافريقي عمل حاجه، استبعد جميع الحكام اللي راحوا تونس من الجوله دي، ودي حاجه كويسه جدا ومحترمه، واحنا بناكد اهو انها حاجه كويسه ومحترمه، كمل بقى عليها عشان لما يبقى في شيء يثير الشكوك بشكل رسمي ساعتها هيكون للنادي الأهلي أكيد موقف رسمي. كده فارس كده وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة.
اكيد وصلنا للفقره الاولى. مش حلقتنا ما تقلقش. وصلنا لنهايه الفقره الاولى عشان نطلع لفاصل ونرجع لاون سبوت عشان عندنا ظواهر كتير جدا محتاجين نبص عليها مع بعض. نطلع لفاصل. اهلا بيكم من جديد وتاني فقرات برنامجكم الاهلي خط احمر واون سبوت. طبعا الاسبوع ده كان عندنا مباراتين للنادي الاهلي واحنا بنعيش فتره ضغط كبيره جدا، مباريات من حيث عدد المباريات للنادي الاهلي سواء افريقيا او محليا، الاهم كمان انها فتره حاسمه جدا سواء الصعود او كمان مباريات مهمه جدا في بطوله افريقيا في بطوله الدوري، وكمان عندنا بنختمها بمباراه للسوبر المصري. اعتقد مباراه صعبه جدا وضغط كبير جدا، لذلك بنشوف اصابات كتير. لكن النهارده هنكون معانا مباراتين، الاهلي وبلاتينيوم اللي طبعا كان التعادل فيها 1-1، ومباراه النادي الاهلي وطنطا في الدوري 5-0. اعتقد ردود افعال فارس خاصه بعد مباراه بلاتينيوم ناخدها برضه عشان الناس ما تقولش ان انتوا بتعدوا مباراه كان الاداء فيها سلبي. اعتقد كانت ردود افعال قلقه، ولكن انا كنت شايف في مبالغه جدا في فكره ان احنا نقضي على حاجات كتير جدا احنا على ارض الواقع كويسين فيها. بص احنا دي هي اسوأ مباريات النادي الاهلي على مدار الموسم، خسرت فيها الاستحواذ وخسرت فيها التمريرات وخسرت فيها اسلوبك في الملعب وشخصيه الفريق. ما هو ده الاسلوب، هو الشخصيه في كره القدم. انت خسرت فيها كل دول، ولكن وهنا الوقفه المهمه جدا، انا في رايي ان التعادل كان نتيجه جيده للاهلي. الناس ممكن تستصعب الكلمه، المباراه دي انت تخسرها. احنا كنا متواصلين، فاكر متواصلين على الواتساب وقلت لك طلعنا متعادلين، انا راضي حقيقي. والتعادل نتيجه جيده مش لطموحاتنا، وده الفرق، هي نتيجه جيده لظروف المباراة. انت مباراه في فرق ما بين هو ده اداء النادي الاهلي من مدار الموسم، مفيش حاجه اسمها اصل افريقيا اصعب والدوري اسهل والكلام اللي الناس بتردده. عشان نرجع لنقطه الصفر، بلاتينيوم اسهل من اغلب فرق الدوري، ده كلام مش محتاج ان احنا لو اتكلمنا فنيا رقميا كل حاجه. فاذا الموضوع ملوش علاقه الفرق بين ادائك في افريقيا والدوري، ولكن له علاقه بظروف المباراه. انت كنت داي اوف ده بتاعك، اللعيبه مشتته، التركيز ثم التركيز، الناس بتتكلم علي معلول، علي معلول ده اسوأ مبارياته. بس انا لقيت رد فعل لدرجه بتتكلم ان احنا مش واخدين بالنا ان علي معلول، لا، علي معلول راجل مجهد، مجهد ذهنيا، ودي حقيقه. لو احنا شفنا الكوره بتاعه التسلل، ده مش قله خبره لاعب، الاوفسايد تراب بتتعمل بالخبره مش طول الوقت بالمجهود. هنا اللاعب منهج ذهنيا، اللاعب مش قادر يركز. طبعا اكيد ده مش اداره المباراه الافضل ولازم نقتنع بده، ولكن انت حتى لو كنت في يوم تاني عندك اخطاء في التشكيل ولا حاجه، لا كنت تقدر تعدي بلاتينيوم. وعشان كده انا مش شايف ان دي المباراه اللي كان فيها المعضله يا اسامه. وارد جدا اكمل بس الحته دي، وارد جدا كنت في مباراه بلاتينيوم تحقق النتيجه دي خارج الارض وظروف السفر وكل ده، كان وارد جدا على فكره. ولكن اللي ما كانش وارد هو النجم وهو في أسوأ حالاته وانت في افضل حالاتك تتعادل، تخسر لاسباب خارج ارادتك خالص. عشان كده انا مقتنع ان اداء الاهلي في افريقيا باستثناء مباراه بلاتينيوم لا، كان بيتسق مع ادائه في الدوري. المباراه دي بتاعه النجم هي اللي صعبت وضعنا في المجموعه، على فكره مش مباراه بلاتينيوم. ده حقيقي. وكمان نتيجه النجم مع الهلال ان النجم يفوز في السودان 2-1 صعبت المجموعه. لكن انا من وجهه نظري شايف ان احنا برضو لازم تكون حده النقد اقل شيء ما. فرق تانية عندها 7 بونت من 4 مباريات وعايشين أجواء الصعود، هنقول ظروف المجموعات مختلفة، لا أنت تقدر بإذن الله تحقق فوز على النجم، وأنت أديت مباراة عالية جدا على النجم في تونس وأنت بتلعب 10 لاعبين من الدقيقة ال 12 بسبب خطأ تحكيمي. أنا مش بقول الهزيمة بسبب خطأ تحكيمي، لكن كان لازم نحط الضوء أن في خطأ تحكيمي فادح، زي بالظبط من أنت في ماتش بلاتينيوم وأنت دي أوف بتاعك واللعيبة مش في حالتها، وحقيقي نخسر مباراه كاداء لكن ليك هدف مشكوك في صحته بشكل كبير جدا اتلغى. لكن انك توصل عن 7 بونت وتردم بقى على كل اللي فات ده وتجيب مدير فني وتجيب لاعبين وتجيب مجلس اداره وتعيش روح انهزاميه، لا ده مش جماهير النادي الاهلي، دي الحقيقه. معاك الانفعال اول يوم، لكن ادينا شفنا بعد مباراه طنطا الناس بدات تهدى، عندنا ثقه كبيره جدا اننا نتخطى ان شاء الله موقعه النجم الساحلي، وعندي ثقه كبيره جدا كمان نتخطى موقعه الهلال خاصه بعد الاجواء اللي صاحبت
استقالة أو إقالة الكابتن حمادة صدقي اللي تم زج اسم النادي الأهلي بدون أي سبب وبدون أي شيء، برغم أن كان وجود الكابتن حمادة صدقي لو هو عايز يفيد الأهلي كان يبقى هو موجود مدير فني ماتش بلاتينيوم ويخلصنا المباراة. فأنا عندي إحساس كبير إن شاء الله بعد توفيق ربنا لينا في ماتش النجم الساحلي أن الهلال كمان هيتم عرقلته مع بلاتينيوم، وحتى لو ما تمش عرقلة الهلال عندنا ثقة كبيرة جدا، مباريات كتير جدا وبطولات كتير جدا، واولها 2006 كانت نفس ظروف البطوله دي تحديدا، خسرنا من الصفاقسي التونسي في تونس اول مباراه، وجينا لعبنا مع شبت القبائل واحنا ناقصين عدد كبير جدا، فزنا 2-0 ووصلنا برضو لفكره ان احنا لازم نعمل نتيجه ايجابيه مع شبت القبائل في الجزائر، فمش عايزين نستعجل الامور بالظبط. 2013 لكن هي 2006 قريبه تقريبا من احداث الامور دي، فان شاء الله نقدر نصعد ونقدر نتصدر ونقدر نفوز على الهلال، بس عايزين بس يكون دايما في بوش مع اللعيبه والجهاز الفني، لان بالفعل احنا عاملين اداء مختلف السنه دي. احمد احنا طالعين من الجمهور، عشان كده احنا بنكلمكم بشكل مباشر، احنا عمرنا ما هنجمل اخطاء ولا نداريها، لان ده احنا عندنا قناعه تامه ان مش في مصلحه الفريق ولا في مصلحه النادي ولا فايلر اصلا عملها ده، حتى هو الراجل نفسه خرج قال دي من اسوء المباريات، ولكن في نفس الوقت مهم جدا ان احنا مش هنهدم ونبدا من نقطه الصفر، عمرنا ما هنرجع لنقطه الصفر، لان عندنا المرجعيه اللي على مدار لقطات النادي الاهلي تاريخيا لو كنا عملنا فيها ان احنا رجعنا لنقطه الصفر ما كناش حققنا حاجه. هنقول لكم العيوب وهنقول لكم نقدر نتدارك في ايه، وعشان كده انتقالنا لطنطا يا احمد اللي انت كنت هتنقلنا ليه في حاجه مهمه جدا قبل ما نتكلم في الفنيات نفسها، وهي ان انا مع فكره ان فايلر يبدا يعمل الروتيشن بشكل اقوى كمان، مش في اللحظه دي قوي، ولكن كل ما تحس انك وسعت الفارق اللي يسمح ان انت في الدوري زي ما بنشوف يورجن كلوب بيعمل مع ليفربول، جوارديولا مع السيتي، هي كره القدم كده، لو انت فضلت وبرده مش عايز يضغط علينا الارقام القياسيه ان احنا اعلى معدل اعلى نسبه فوز متتالي 19 مباراه متتاليه اللي احنا بنتكلم داخل موسم، يعني نبقى ضاغطين على نفسنا بفكره ان احنا عايزين نكسر الرقم، لا هو أنا اصلا مستبعد دي تماما، وعجبني جدا لما رجع اتكلم في البدايه ان هو مش بيفكر في كسر ارقام، لا الرقم جه ما جاش ما يبقاش على حساب الفريق، حان لفايلر انه يبدا يعمل روتيشن اوضح، ربما نتيجه او تاخر الهدف الثاني. انا من وجهه نظري انا كنت شايف ان لو الهدف الثاني كان جاب لا انا بتكلم مباراه طنطا، لان تحديدا انت ذكرت علي معلول اللي هو مجهد فعلا ذهنيا وعامل يمكن مباراه بلاتينيوم ما كانش في مستواه خالص، مباراه طنطا اقل من علي معلول اللي احنا نعرفه بالفعل هو محتاج للروتيشن ده، لكن تاخر احراز النادي الاهلي الهدف الثاني هو اللي اجل فكره الدفع بمحمود وحيد، لان برضه محمود وحيد كان راجع من اصابه، ما انت لما تيجي تبص هتلاقي مره ايمن اشرف عنده اصابه، هنا بقى كان مره محمود وحيد عنده اصابه يلعب باك شمال زي ما هو عمل قبل كده، وده الروتيشن طالما هيبقى عندك اصابه متولي اكيد. انا بتكلم باك شمال وعندك هاني وعندك برضه اصابه متولي، نزلت احمد فتحي يلعب في مركز بالظبط، فهي بتبقى تحصل ظروف خارجه عن الاراده ربما تغير سير المباراه او سير فكره الروتيشن اللي كان يعمل، لان اكيد علي معلول محتاج ان هو في وقت من الاوقات يريح، لكن عندنا ماتش مهم جدا يوم الاحد مع المقاولين. خلينا الاول في ماتش طنطا ونستعرض الارقام، طبعا الاستحواذ كان للنادي الاهلي كالعاده 65% مقابل 35، لكن ركنيه واحده في 90 دقيقه للنادي الاهلي مقابل ولا ركنيه لصفر، ودي هنرجع فيها لفكره الاستحواذ السلبي اللي هنتكلم عليه. تمريرات. عندنا تمريرات 672 تمريره، معدل الاهلي الطبيعي في الموسم ده منهم دقه التمريرات 86% مقابل 342 لطنطا، دقه التمريرات 75%، التمريرات الطوليه 43 بدقه 47% مقابل 40 تمريره طوليه لطنطا بدقه 23، العرضيات النادي الاهلي 19 عرضيه طنطا 7، فوز بالكرات 110 مقابل 96 لطنطا، وبرده النسبه الطبيعيه اللي بنتعود عليها مع ريني فايلر 20 محاوله على المرمى مقابل 5 محاولات لطنطا، منهم 11 محاوله ناجحه للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي في اول من دقيقه 1 للدقيقه 80 عشان برضو نكون واضحين كان اللعب تجاري الى حد ما، انت سجلت هدف في بدايه المباراه فمش محتاج ان انت تجهد نفسك او تجهد لعيبتك وتضغط، ولكن انا شايف ان الدقيقه 80 دقيقه الاولين كان لعب على مستوى المباراه، لكن من الدقيقه 80 او من الدقيقه 79 وتحديدا بعد نزول كهربا كان اللعب على مستوى النادي الاهلي. ده اللي هنروح له بقى، لان كره القدم تحليلها اصبح شكل من اشكال العلم. لما احنا بنروح لفكره تحولك في الدقائق الاخيره هو ده اللي بيفرق، طبعا معانا الاهداف بتاعت المباراة، لكن نرجع بقى عشان نتناول كهربا
ونشوف الأرقام الخاصة بكهربا. نستعرض كهربا حقق إيه مع النادي الأهلي في الوقت اللي لعبه 31 دقيقة. سجل هدفين وصنع هدف له ثلاث محاولات، الثلاثة اون تارجت، ودي الفعالية اللي هنجيلها بعدين. التمريرات دقتها 81%، فاز بالكرة أربع مرات، وعلى فكرة ده رقم مهم جدا دفاعيا لكهربا، إنه في 31 دقيقة يفوز بأربع كرات. ده متوسط يقترب يكون لو هو بيلعب 90 دقيقة يبقى الأفضل، وفقد الكرة مرة واحدة، وكمان ده معدل كويس. ولكن هنشوف معدل النادي الأهلي في التسديدات على المرمى اون تارجت في المباراة دي. محاولات الأهلي الناجحة لو عرضناها اللي هم 11 محاولة، 3 لحسين الشحات، 3 الكهرباء اللي لعب 31 دقيقة بس، هو الأعلى بالمشاركة مع الشحات، 2 للشيخ، رامي ربيعة، مجدي أفشة، مروان محسن. طب ترجمة المحاولات، احنا بنتسلسل معاك وهو لحد ما نشوف ازاي كهرباء فرق في النتيجة اللي هي الخمسة. نشوف عدد المحاولات الصحيحة، الرسم البياني ليها كان عامل ازاي. المحاولات عندنا 3 محاولات في اول ربع ساعة، 0 في تاني ربع ساعة، الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول 2، 0 في أول ربع ساعة في الشوط الثاني. نيجي بقى كهربا بدأ يدخل الملعب في آخر نص ساعة، عندك 6 محاولات من 11 اللي هي تزيد عن نسبة 50% في الوقت اللي اشترك فيه كهربا. كمان الاستحواذ ده انعكس إن آخر ربع ساعة يا أحمد هي الأعلى للنادي الأهلي في الاستحواذ، لاعب واحد شارك 31 دقيقة هو الأعلى في المحاولات على المرمى، سجل هدفين وكمان صنع هدف، يعني مشارك في 3 أهداف من 5، هي أعلى فترة فيها محاولاتك على المرمى وأعلى فترة فيها استحواذك. وهو ده يا أحمد كرة القدم، لما بتكون كلها مجموعة من الظواهر الفردية اللي في النهاية تحقق نتيجة واحدة. وهو ده اللي بيعكس لماذا اتجه النادي الأهلي للتعاقد مع كهربا. مهم جدا، لان بالزبط. كان في ناس بتقول كهربا جاي النادي الاهلي هيعمل ايه، انتوا جايبين نادي كهربا ليه؟ احنا جايبين كهربا عشان الامور الفنيه دي. مهم جدا فكره المدير الفني لما يكون عارف امتى يدفع باللاعب وتوقيت المباراه، مهم جدا رد فعل كهربا داخل الملعب وانه شال من عليه كل الضغوط، لان اعتقد الضغوط اللي وقع على كهربا كانت شديده جدا، وكانت وقع قبل كده على لاعب زي حسين شحات وعلى مجدي قفشه، واي لاعب بينتقل للنادي الاهلي لازم يصاحبه مجموعه من الضغوط الاعلاميه من اعلام المنافس. لكن كهربا اثبت ان هو لاعب كبير، وان ابن قطاع ناشئين النادي الاهلي قادر ان هو يتحمل ضغوط تيشيرت النادي الاهلي. مش عايزين نهول، لان هي في النهايه المنافس مع احترامنا ليه هو نادي طنطا، عنده حوالي 10 نقاط في الدوري، لكن لما تكون البدايات بالشكل ده وانت عليك الضغوط دي، لا اكيد انت هنا بتدي مؤشر او دليل ان انت لاعب كبير، لاعب يعتمد عليك، لاعب بلون النادي الاهلي. نتمنى استكمال المسيره مع الالتزام التام بكل تعليمات المدير الفني وكمان اللعب الجماعي، لان كهربا اكيد اضافه لاي فريق ينضم ليه، وده اللي شفناه من خلال الارقام دي. وده اللي اتكلمنا فيه مباراه الاهلي وطنطا والاهلي وبلاتينيوم، وعايزين الجماهير تدعم الفريق، وان شاء الله نتخطى مرحله المقاولون وام بي اللي اتحطت لنا في توقيت صعب دي. مباريات صعبه جدا ومؤثره في الموسم، وبعد كده عندك السوبر، فتره هتكون يا اما تخليك تقدر تكمل الموسم باهدافك او هتبقى خطرة جدا على النادي الاهلي. اكيد ده فارس، طبعا ما نقدرش نعدي الاسبوع من غير لما يكون عندنا فقره في الصندوق والاخطاء التحكيميه، خاصه لما تكون في ردود افعال من الجانب الاخر. يعني الكابتن عندنا ماتش الزمالك والجونه وماتش الاهلي وطنطا كان في حاله ركله جزاء غير محتسبه للجونه، لكن كابتن خالد غندور كتب بوست وقال كره الشيخ ضربه جزاء، ده اعتراف واضح منه، متشكرين كابتن خالد. وكره مصطفى، طبعا بيتكلم عن كره مصطفى فتحي، فاول من خارج المنطقه، والاسهل الحكم هو قرار الفاول، لكن هنا تم احتساب ضربه جزاء صحيحه، وهنا لم يتم احتساب الفاول، هو كاتبها طبعا في خطا املائي، الفاول واضح، ومع احترامي لامين عمر والحكم المساعد كان هناك اخطاء تقديريه كبيره في احتساب الفاولات، ويتحمل جزء كبير منها الحكم المساعد لانه الاقرب للكره والفاول. كابتن خالد الغندور عايز يوصل ان انت بتحسب الكره للنادي الاهلي وهي ركله جزاء، مع ان قرار احتساب ركله جزاء بيكون اصعب بكتير من قرار الفاول، وكان الكابتن خالد الغندور حابب بشكل نفسي بحت كده يغطي على فكره ان الجونه له ركله جزاء، فياخدنا لسكه تانية خالص ان احنا لينا فاول خارج منطقه الجزاء، فدي قصاد دي. لا، هي مش دي قصاد دي يا كابتن خالد،
والكلام عشان ما يكونش موجه لكابتن خالد بس، لان ده راي عام تقريبا بالزبط. عند اعلام المنافس بالظبط. معانا فيديو اوضح برضو بيتكلم عن نفس المنطق ده، فكره الفاول خارج منطقه الجزاء والمقارنه بركله الجزاء للجونه. صحيح، تعالوا نشوفوا الكابتن كريم حسن شحاته ونرجع نعقب. انذار لعمر السعيد النهارده كمان، التحكيم كان كويس سواء في ماتش الزمالك او في ماتش الاهلي، محمود عاشور وامين عمر وطاقم التحكيم. ودي برضو لمسه يد على جوناس النجوم، ما شافهاش حكم المباراه، اهي خبطت في ايده لكن عدت. الكره دي بقى فيها كلام، انا يعني بقول لكم كده، فيها اوبستراكشن، فيها اعتراض من مدافع الزمالك لاحمد حمدي. انا بقول ضربه جزاء، يعني عشان نبقى صراحه كده وصادقين، محمد عبد الغني دخل في احمد حمدي وساب الكوره، دي ضربه جزاء لصالح الجونه، حق ربنا. دي فيها زقه برضو لمصطفى محمد، مصطفى فتحي، ممكن تحسب ضربه جزاء او فاول لنادي الزمالك، ولكن انتهت المباراه فوز الزمالك 2-0 على الجونه. الكابتن كريم حسن شحاته جاي في مباراتين وعقب ان التحكيم كان زي الفل، تحكيم زي الفل، لكن عندنا بقى ممكن ركله جزاء من وجهه نظره طبعا، اللي هي شيكابالا ومدافع الجونه، وزقه لمصطفى فتحي اللي ممكن تتحسب جوه او بره، ومش فاهم ليه ممكن تتحسب جوه او بره مع ان الخط واضح والاثنين اللعيبه المدافع والمهاجم بره، وكمان حق ربنا في ركله جزاء للجونه امام الزمالك. يبقى على اي اساس يا كابتن كريم التحكيم زي الفل؟ التحكيم مش زي الفل خالص يا كابتن كريم، خاصه ان ركله جزاء اللي حضرتك معترف بيها للجونه، ودي طبعا بنشكرك عليها لان الكابتن خالد الغندور ما شافهاش اصلا، لكن حضرتك قلت انها فيها اعتراض، وبالتالي يا ركله جزاء حق ربنا. كانت والنتيجه 1-0، يعني كانت ممكن تبقى النتيجه 1-1، وهنا كان ممكن يحصل تغير تام في نتيجه المباراه وسير المباراه. الغريب بس ان الكابتن كريم حسن شحاته في الاخطاء التحكيميه دي كان هادي جدا يا فارس. كان هادي وكان بيتعامل بمنطق واضح، تحكيم جيد، كل حاجه كويسه، الدنيا ماشيه. ولكن هل ده موقف كابتن كريم حسن شحاته اللي بيتعامل بيه دايما؟ اكيد لا. وفي حاجه قبل ما نطلع للفيديو احب اقولها لكابتن كريم حسن شحاته، وهو حد خلوق جدا ودايما تعليقاته هادئه، ولكن هو قال انا انتظروا مني مزيد من الحياديه لما انتقل لقناه نادي الزمالك. طيب احنا هنشوف، هل اصلا وانت خارج قناه نادي الزمالك عندك الحياديه دي؟ في مباراه الاهلي والاتحاد كان في لعبه كانت اثار الجدل في الهدف، الكره بتاعت سعد سمير بالظبط، لان احنا معترضين على فكره نقول الهدف، لان الحكم صفر قبل ما توصل لاحمد رفعت. هو كان بيروج ان الكره المفروض كانت تحتسب هدف، وان في مخالفه اللي اتحسبت مش موجوده على لاعب الاتحاد. هنشوف كابتن كريم حسن شحاته وهو بيدافع بكل قوه ويوجه المداخلات مع الحكام في اتجاه معين. نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعقب. الدقيقه 37 هدف ملغي او مش ملغي، ان هو مش هدف، هو كان في مخالفه قبل تسجيل الهدف. مخالفه لمين بقى وعلى مين؟ على سعد سمير. احنا قلنا مخالفه اوكري، مش اوكري، هو اوكوي. هو في عمل ايه يعني؟ ايه المخالفه جت ازاي؟ بص يا كابتن، هو لاحظ انا النهارده وانا بطلع بلعب الكره بالراس، انا المفروض يكون في التنافس، حتى لو اوكي دوت هيطلع معايا، يبقى هو بيطلع بيتنافس على الكره وليس بيتنافس على جسمي انا. هو لما انا ببقى في الهواء، اي صدام ليا كلاعب مدافع في الهواء، انا بختل توازني، وبالتالي ما بقدرش اوصل للكره اللي انا مفترض ان انا العبها. انا شايف ان الدفع هنا كان موجود لحظه الكره ما تتعمل اوفر. دفع منين؟ بس دفع منين يا كابتن؟ ده هو اللي قدامه، ده هو قدامه اوكوي قدام سعد سمير، ده هو بعد ما سعد سمير اللي عمل الكره بدماغه خبطوا في بعض الصدام عادي. دفع يا كابتن كريم، في دفع. نتيجه المخالفه يا كابتن، انا خلي بالك، انا اللعبه انا وانا بسجل الماتش وبشوف الحلقه. لا يعني حضرتك شفتها من زاويه غير احنا شفناها في التلفزيون؟ انا شايفها دفع. لا هو الدفع موجود يا كابتن. لا موجود كريم، وهو حتى لو انا النهارده هذا السؤال، هو هنا النهارده اللاعب وصل للكره ولا لا؟ مباراه كسب فيها الاهلي بربعيه، وكان كابتن كريم حسن شحاته عامل الحدث بعد المباراه هي محاوله اثبات ان في هدف صحيح للاتحاد في الكره دي تم الغائه. كابتن كريم حسن شحاته هو شايف ان هو كده بيتحلى بالحياديه، ولما ينتقل لقناه الزمالك هيكون اكثر حياديه. اعتقد فيديوهات ونسبتها هتكتر معانا قوي يا احمد لما يروح قناه الزمالك. شغل.
لكن الكابتن كريم حسن شحاته احقق الحق، هو يعني رجع بالليل قال انا خلاص انا اسف، الكره انا شفتها كويس تاني او حاجه زي كده، فهي مش جول بس عشان ناكد المعلومه. لكن الحقيقه بما اننا بنتناول اخطاء تحكيميه، معيارنا من بدايه الحلقات اللي بدأناها معكم هنا حتى النهاية إن شاء الله هو الأراء التحكيمية، فنشوف الأراء التحكيمية لمباراة الزمالك والجونة ومباراة الأهلي وطنطا اللي ما كانش فيها تقريبا أي حاجة أو جدل تحكيم. وهي مطالبة ركلة الجزاء للزمالك الكرة اللي هي من شيكابالا للاعب الجونة. هنشوف الحالة طبعا، نيجي بس هنقف هنا. إيه طبعا الكرة بتيجي في الايده، ايده ملاصقة لجسمه بالشكل ده، خلاص لا واخدة حيز ولا اتحركت لانها تلعب الكرة، يعني المخالفة فيه مش موجودة. اللعبة اللي جاية دي يعني انا عايز اقول فاول واضح جدا من برة، يعني ممكن الحكم ما يشوفوش، لكن انا عايز اقول الحكم المساعد هو المفروض كان يديه، واضح جدا فاول، هي من بره مش ركله جزاء. حاله كانت مهمه في الدقيقه 45 من الشوط الاولاني، في حاله في اصطدام بين لعيب نادي الجونه مع لعيب نادي الزمالك، امين عمر كان موقعه ممتاز، اما نيجي نبص على الكره دي ما اتلعبت هتلاقي في اصطدام بالجسم، وبعد كده هتلاقي في الرجل اليمين بتاعه لعيب نادي الزمالك بهدوء كده، اما نيجي نشوفها هي ارتفعت من على الارض، اما ارتفعت على الارض هنشوفها من هنا اعاقه طبعا تكمله لعيب الجونه، تمام؟ فهنا طبعا ده خطأ ركلة حرة مباشرة، ولو كانت خارج منطقة الجزاء تبقى ركلة حرة مباشرة، إنما الكرة دي داخل منطقة الجزاء تبقى ركلة جزاء. عندنا الحالة قبل أخرانية كانت حالة مهمة جدا، في خطأ طبعا الدفعة دي مش كتف قانوني زي ما اتفقنا قبل كده، الكتف القانوني ليه شروط، أول شرط لازم اللاعبين الاتنين يبقوا على الأرض وتبقى الكرة في متناول اللعب، ويبقى الكتف في كتف مش كتف في ظهر زي ما احنا شايفينها هنا، ده كتف في ظهر طبعا خطأ، خطأ ده خارج منطقة الجزاء يبقى المفروض ركلة حرة مباشرة. دي الأخطاء التحكيمية وده المعيار اللي احنا بنتفق فيه دايما على في الصندوق، ودايما الشيطان يكمن في التفاصيل. ركلة الجزاء والنتيجة 1-0 كانت تغير نتيجة المباراة تماما، لكن أصبحت النتيجة 2-0، فحسابيا ما تقدرش تقول حسابيا ان الزمالك استفاد، ولكن على ارض الواقع لا، الزمالك استفاد من سير المباراه بعدم احتساب ركله جزاء للجونه، كانت هتحقق التعادل وبعد كده نشوف المباراه تكمل بالشكل ازاي. فما زلنا حتى هذه الحلقه 5 نقاط في الصندوق لصالح نادي الزمالك مقابل ولا نقطه، مع شويه اخطاء تحكيميه لنادي الزمالك اعتبرناها لا تؤثر في نتيجه المباراه. أكيد يا أحمد، وحبينا نستعرض معاكم كل شيء في الفقرة فنيا أو التحكيم أو تناقضات كابتن كريم حسن شحاتة، عشان ننهي معاكم الفقرة ونطلع لفقرة ريمونتادا بعد الفاصل. اهلا بيكم من جديد وفقره ريمونتادا، نركز مع بعض عشان معانا موضوعات مهمه جدا وقضايا مهمه جدا كالعاده معانا في ريمونتادا. اول فقرات ريمونتادا هي فكره برضو الحاله العامه اللي بتنتاب كل المنتمين لانديه المنافس، حتى لو انت بتمثل مصر او الاعلام المصري خارج مصر. الكابتن هيثم فاروق كان له تصريحات مهمه جدا عن فكره الاعلام المصري وازاي ان الاعلام المصري بيكون في اتجاه نادي واحد او ضد نادي واحد. تعالوا نشوف الكابتن هيثم فاروق ونرجع. كنت بكلمك على الدعم، نادي الزمالك ده نادي مصري، لازم يكون في دعم الاعلام من المواقع الرياضيه. للاسف 80% من المواقع الرياضيه في مصر بتعمل ضد نادي الزمالك، دي حقيقه. مثلا انا على وهديك وانا اتحمل مسؤوليتي قدام الجماهير، وجماهير نادي الزمالك عارفه الكلام ده كويس، وجماهير الانديه الثانيه عارفه الكلام ده. لماذا في مشاكل شخصيه بين كثير من المواقع وبعض من ينتموا لنادي الزمالك، ولكن ده ما ادكش مبرر او العذر ان انت تهدم نادي الزمالك. صفي خلافاتك الشخصيه بعيد عن نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير ببطولاته بتاريخه بلاعبته. مشكله الناس بقول لك 80% ضد نادي الزمالك، مش معنى كده ان 20% مع نادي الزمالك، لا ده ال 20% محايدين. مفيش حد بيدعم نادي الزمالك، ممنوعش اي حد خالص، مفيش تدعيم لنادي الزمالك. ازاي يا كابتن؟ الامر يعني الكابتن هيثم فاروق بيستشهد ان فكره مشاكل شخصيه بين
مسؤولين في نادي الزمالك، طب مسؤولين دلوقتي ولا قبل كده ولا قبل كده؟ لان القاعده بتاعت فكره الاعلام الاحمر دي دايما بنسمعها على طول، واحنا خلاص فكره اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الاخرون، لكن بنوصل بعد كده اننا بنصدق انفسنا، فبتكون حاله عامه، وبيوصل ان الاعلام 80% ضد نادي الزمالك و20% محايد مش مع نادي الزمالك. موضوع صعب جدا، خاصة واحنا زي ما قلنا فارس بنتناول فكرة الحالة العامة والاتجاه العام. طيب هل هي حاجة فردية عند كابتن هيثم فاروق، ولا الإحساس ده والشعور ده موجود عند أغلب نجوم ولاعب الزمالك؟ نشوف الفيديو ده لكابتن أيمن عبد العزيز ونرجع نعقب. دايما الزمالك مقتنع أو فيه اقتناع أو فيه إحساس إن الميديا بتهول مشاكله بعيد عن الأندية التانية، ودي حقيقة. طب دي حقيقة طبعا، دي حقيقة. يعني ده ما بيحصلش مع الأندية التانية، مش يعني مش بقول أهلي، يعني كل أهلي وسموحة وإسماعيل، كل الناس دي بتقول نفس الكلام. لا ما بيحصلش. لا بص، الزمالك والأهلي قصة تانية خالص، مع احترامي لكل الأندية التانية، لكن الزمالك والأهلي قصة مختلفة خالص. يعني الأهلي بيمر بنفس المعاناة؟ بدليل أقول لك إن الأهلي عمل كام صفقة ما نجحتش. في حد اتكلم عليها؟ في لعيبة يعني مش في الأهلي شاري لعيبة 40 مليون و50 مليون صح؟ في حد قال حاجة إن اللعيبة دي مشت؟ في حد قال ان اللعيبه طلعت اعراض في لعيبه؟ في حد قال ان النادي الاهلي ما استفادش من اللعيبه دي فنيا؟ طيب ده لما بيحصل في نادي الزمالك، لما كل شويه يقولوا صفقه خالد بوطيب جاب مش عارف بكام، ماشي ما استفدناش منه. ده مش ذنبنا، خلي بالك مش ذنب الناس اللي بتشتري. انا ما اعرفش، واضح ان كابتن ايمن عبد العزيز يا اما بقاله فتره كبيره جدا ما اتفرجش على تلفزيون، او ان هو امعانا في المظلوميه وترسيخ عقده الاضطهاد بيقول الكلام ده. اعلام المنافس وبدون ذكر القنوات هو اللي سخر من لاعب زي قفشه انضمامه للنادي الاهلي، كهربا مورست عليه كل الضغوط الممكنه، سخريه من اشخاص ومسؤولين في النادي الاهلي، ساحات اعلام اتفتحت منافذ للإساءة والتطاول على كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، حتى رأس منظومة النادي الأهلي نفسها. كل ده والإعلام ما بيتكلمش في حاجة، ده لاعب لسه ما لعبش وانت بتهاجمه وانت بتقلل منه وانت بتتحدث عن أرقامه. لاعبين اتقال ان عندهم القلب، لاعبين اتقال ان عندهم أمراض، لاعبين اتقال ان هم مش هيعملوا حاجة، لاعبين اتسخر من أسمائهم. كل ده حصل ومفيش إعلام لنادي الزمالك بيتكلم في حاجة. كابتن ايمن عبد العزيز، احنا فرحانين باللي انت بتعمله، لان عمرك ما هتشوف مشاكلك طول ما انت بتشوف بالصوره دي، وهيبقى عندنا ردود مختلفه كمان عمليا، مش ردا عليك ولكن توثيقا للحقيقه زي ما بنعمل دايما هنا يا احمد. الموضوع يا فارس اصلا لما تقف، هو هل بتتكلم عن الفتره دي ولا الفتره اللي قبل كده؟ هتلاقي الكلام دايما عن فكره الاعلام الاحمر. لو جينا وبقول للكابتن ايمن عبد العزيز افتح التلفزيون المصري وشوف القنوات الرياضية، وانت بنفسك شوف كم اعلامي مؤثر او حتى غير مؤثر، او نظن كل الاعلاميين ان شاء الله مؤثرين، وشوف انتماءاتهم وميولهم، وانت تعرف انت بتتكلم عن فكرة لعيب ما نعرفش صفقته جت بكام او صفقته بكام، ده لعيب النادي الاهلي بتتفصص تحديدا كل صفقه بكل سعر، وده واخد كام وده جاي بكام. ده الاهم كمان، يا ريتك بتنقل الحقيقه، ده انت بتنقل كمان اكاذيب وبتفضل ترددها لدرجه ان احنا بعض الاهلاويه عندنا بيصدقوها، واخرها اكذوبه اللاعب كابتن حسين الشحات 160 مليون، يعني كان 140 وصلت 160 وحصل ثبات على فكره اكذوبه ال 160 مليون، يعني حتى الاتهام او التناول لعقود اللاعبين بيتم التناول بشكل خاطئ جدا، مش زي ما بنشوف بصور مثبته بعقود لاعبين. لكن الحقيقه مش بس القنوات الفضائيه، احنا عندنا اعتراف واضح وصريح على مدار التاريخ ان الصحف اللي كانت في وقت من الاوقات هي المؤثره كمان في صناعه الصوره الذهنيه للاعلام الرياضي كان لها انتماءات وميول، خاصه الاشخاص المؤثرين فيها. هنشوف من الفيديو ده ونرجع نعقب. مين اكبر الصحفيين اللي كانوا زملكاويه جامدين جدا يا استاذ صبحي؟ عندك مثلا في الجمهوريه عندنا مثلا الاستاذ محمود معروف زملكاوي سليم جدا، ناصر سليم رحمه الله عليه زملكاوي جامد جدا. لا كتير عندنا. عندنا مين في الاخبار كان مين في الاخبار يا استاذ محمد؟ كان لا ده في جلال دودار، وكان استاذ ابراهيم سعده وياسر رزق. مين في الاهرام؟ عبد الوهاب مطاوع. يا نهار ابيض، في واحد عندك رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مرسي عطله. طبعا في منشطات المسا
في ماتشات الزمالك والاهلي في الستينات انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي. يعني كان يقول لك ايه الزمالك غسل الاهلي نقطتين وبرضه اتغلب. يعني احنا كنا بنعملوا كده في المسا. المسا بس تلاقي اللي بيكتب ماتشات ده زملكاوي. ده نصف سنين نصف سنين والله. مين في المصري اليوم؟ مين في اليوم السابع؟ مين اللي في الفجر؟ ده انت لو سالت اسئله كابتن خالد هتلاقي الاجابات دايما كده. اوه عندنا ده كان زملكاوي كبير. اوه ده كان رئيس نادي الزمالك. اخبار الاهرام، الجمهوريه، المسا، ودي كانت بتشكل الصوره الذهنيه للاعلام الرياضي في الفتره الاخيره. كان بيسيطر عليه راس المنظومه دي شخص منتمي لنادي الزمالك. ده انت لو رجعت بالتاريخ الاهرام الاهرام وبدايه كتابه الاعلام الرياضي كان جهينا اللي هو ساهم في تمصير نادي الزمالك. فانت بتتكلم على اي اساس ان الاعلام اهلاوي هي فكره اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الاخرون. طبعا انت ما سالتش عن بعض المواقع وبعض الصحف الجديده لان رؤساء التحرير بتوع البرنامج عندك شغالين فيها. ده مش كده وبس احمد، احنا بنتكلم عشان برضو الجمهور اللي سنه صغير، الشباب زينا او اصغر مننا، في الوقت اللي كان فيه الصحف القوميه دي ده هي النافذه الوحيده باستثناء برامج صغيره جدا كانت بتتعمل. فانت بتتكلم فارس في حاله توجيه. لا ده انت فكرتني ببرنامج كان مؤثر جدا، الكره في الاسبوع. بالزبط. الكابتن فايز الزمر زملكاوي شديد جدا ومحمد لطيف راجل من الناس اللي شكلت وعي. انت بنتكلم دايما عشق المظلوميه. وحاجه كمان اهم يا احمد، احنا بنتكلم في فلسفه حد بيتكلم بيها، مش مجرد كلمه بتترمي. احنا وصلنا لمرحله كان فيه في قناه النادي الاهلي الاستاذ محمد الشرقاوي، انا بقول له وهو من احد اكتر الناس، انا بقولها مش هقول اختلافا، لا كراهيه للنادي الاهلي في تشبيهاته الشهيره، كان جوه قناه النادي الاهلي. فانت بتتكلم عن اعلام ايه اللي مسيطر عليه النادي الاهلي 80% كابتن هيثم فاروق وكابتن ايمن عبد العزيز. بس هنروح بقى لحته ثانيه وهي اللي ارجوكوا فكروا قبل ما تتكلموا عشان ما يبقاش شكلكم وحش. نفرض ان الاعلام الاهلاوي متربص بيك، وده هنقول في فلسفتك وارد. طب هنتكلم في حاجه ثانيه. انا بقى كزملكاوي كمنتمي طول عمري اسمع ان انتوا بتقولوا كأبناء الزمالك نفسكم ان مشكلة الزمالك ان احنا بنخرج مشاكلنا للإعلام، انتوا اللي بتعملوا ده. طيب هنيجي بقى نشوف كابتن تامر عبد الحميد وهو بيتحدث عن مشكلة زملكاوية خالصة بعيدا عن النادي الأهلي. نطلع الفيديو ونشوف التعقيب هيكون ايه. فبعد ما خلصت المشكلة يعني انا مش عاوز اقول الكلام اللي مدحت، حتى انا زعلت جدا من مدحت وزعلت جدا من ايمن. فما ينفعش الايمن يقول مثلا اطلع بره. ايمن كابتن ايمن عبد العزيز اطلع بره. ما ينفعش يقول اطلع بره. اه وما ينفعش يا مدحت تقول انت لعبت كام سنه في النادي. اه وانا بقول لك انا رد فعل ما اقدرش حتى مدحت اللي انا مثلا ايه ارد عليه واقول له مثلا لا ده انت كذا وكذا. صح. او ايمن اقول له لا انت لا انا رد فعلي انا من النوع العصبي جدا كمان. وبعرف انا بقول ايه في الوقت ايه. فزعلت جدا من الموقف بتاع مدحت وموقف بتاع ايمن. ما ينفعش انتوا ككباتن النادي تقول الكلام ده. ما ينفعش انت مدحت تقول لتامر عبد الحميد انت لعبت كام سنه في النادي. ما ينفعش يا ايمن كابتن انت تقول لتامر عبد الحميد اطلع بره النادي. ما ينفعش، لان ده ولا النادي ده ملكك ولا ملك مدحت. صحيح. فانا قررت من ساعتها خلاص، يعني بعد الخناقه دي قررت ان انا امشي من النادي، بدليل ان انا وانا في الجروب بتاع المدربين فتحت التليفون وطلعت نفسي من الجروب على طول. لطيف قوي كلام كابتن تامر عبد الحميد اللي بيتكلم فيه عن الموضوع وصل للاشتباك، واللي هم بيشوفوا فكره كمان ان انت مش منتمي وانت ما جيتش نادي الزمالك، كل ده شانهم احنا ما بنتكلمش فيه، ولكن هو خرج الاخبار دي مع اعلامي بينتمي لنادي الزمالك او زملكاوي الهوى. ولكن حتى لو هنقول دي قناه محايده، لا ده في احد القنوات الاخرى اللي بيخرج منها برامج داعمه لوجهه نظر نادي الزمالك بشكل كامل برضه اتقال فيها نفس الكلام. ولكن يا كابتن ايمن هنروح لحته تانية خالص.
كابتن تامر عبد الحميد زي ما انت قلت هنفترض، وانا عمري ما اقدر اقول كده لانه شخص ادى فعلا نادي الزمالك وكان لاعب رائع ومحترم، كان رائع في نادي الزمالك جدا ومن الناس اللي صنعت التاريخ في نادي الزمالك، ولكن انت بترتقي في نفسك وبتزايد عليه انه هو ما لعبش فتره كبيره في نادي الزمالك، حضرتك او كابتن مدحت عبد الهادي قلت له كده. طب هو عمل كده لانه هو مش زملكاوي منتمي وما عندوش خوفه على نادي الزمالك وازاي نخرج اسراره وان اعلام الاهلي متربص بينا. هل حضرتك صمتت وقلت ده نحله في الغرف المغلقه، ولا كان رد فعلك ايه يلي حضرتك بتخاف من الاعلام الاهلاوي واثاره المشاكل الخاصه بنادي الزمالك؟ نطلع ونشوف تعقيب كابتن ايمن عبد العزيز على المشكله وهو بيؤجج وبيؤكد المشكله، نشوف الفيديو. ايه اللي حصل؟ ازمه بين نجوم كبيره من نادي الزمالك، ايمن عبد العزيز، مدحت عبد الهادي، تامر عبد الحميد، اسماء كبيره بالنسبه للجميع. احنا ما عندناش ازمات خالص. لكن هي مشكله حصلت، لكن السبب في المشكله السبب في المشكله ايه؟ ان ينفع انت تبقى موجود في نادي الزمالك وما تبقاش موجود في الملعب خالص اساسا، قاعد بتتفرج من بره من ورا سور، وتدخل الملعب وتضرب مدرب في نادي الزمالك؟ ضرب مدرب عشان هو قال لي ما كانش فيه اي احتكاك. لا خليه يقول كده. البص الكلام سهل وانت تقعد تدافع عن نفسك وتكذب، ده مفيش مشكله خالص. لكن عندك نادي الزمالك كل الناس اللي كانت موجوده فيه، خليهم يجوا ويقولوا تامر عبد الحميد عمل ايه. هو مش مقبول اساسا، مش مقبول ان انت تدخل مدرب كسبان واول دوري وانت تدخل تضربه. ليه؟ اقول لك ليه. عشان حضرتك قاعد من بره بتوجه اللعيبه في الملعب، تمام، بتقول لهم حاجات المدير الفني ما بيقولهاش. ده فين في الكوره ده؟ والله العظيم صعب جدا الكلام منك يا كابتن ايمن عبد العزيز على زميلك. لما قال في الاول يا احمد احنا ما عندناش ازمات في نادي الزمالك افتكرت هيقول احنا بنحل الامور في الغرف المغلقه وما فيش اي مشكله وهيعمل حساب نادي الزمالك قبل زميله، ولكن رد كان مدرب هيضرب مدرب، مدرب كان هيعتدي على مدرب، حد ما بيجيش النادي، وكلام كله انت اللي بتدي وقائع للإعلام مش الأهلاوي، للإعلام يتحدث عنها. وعلى فكرة لم نكن لنتحدث أبدا في الكلام ده لو هو شأن يخص نادي الزمالك، احنا مش هنجيب نادي الزمالك ونقول مدرب اتخانق مع مدرب حاجة ما تخصناش، ولكن حضرتك بتقول ده وفي نفس اللحظة بتتهم النادي الأهلي انه هو بيحاربك إعلاميا وان الإعلام غير محايد عشان ترسخ أكذوبة جديدة. فحضرتك احنا ما ردناش عليك، هل النادي الأهلي بيعمل كده ولا انت اللي بتعمل كده؟ وبس مش كابتن ايمن عبد العزيز، احنا بنشوف طبعا دلوقتي لعيبه كبيره جدا بتصدر الازمات من خلال الستوري بتاع الانستجرام او فيسبوك او تويتر، لكن الحقيقه كابتن ايمن عبد العزيز بيجي له لحظات كتير جدا بيكون في لحظات صراحه مع النفس، بس ساعات بتيجي متاخره او ساعات بتيجي بدري. يعني فاكرين ماتش الانسحاب الشهير بعد 4 دقائق طرد للكابتن ايمن عبد العزيز، الدنيا اتقلبت، وطبعا كابتن محمد صبري قلب الدنيا لدرجه ان اللي قالوا الاداره عايزه المباراه تتلعب لكن رفضوا اللعيبه تلعب المباراه، جاء بعد كده مع كابتن احمد شوير قال هو بالفعل طرد مستحق والقانون كان بيتطبق في اوروبا لكن احنا ما كناش مستوعبين في مصر اننا نلعب 10 لاعبين وكلام من هذا القبيل. كابتن ايمن عبد العزيز اللي بيتحدث عن الاعلام اللي بيحارب نادي الزمالك كان له فيديو شهير جدا لما رجع لنادي الزمالك وحس ان الامر في نادي الزمالك مش زي ما هو موجود دلوقتي في نادي الزمالك. نشوف الكابتن ايمن عبد العزيز ونرجع. الملخص في ايه؟ الملخص في ان احنا دايما عندنا في نادي الزمالك عندنا مشكله نظريه المؤامره، ان لو انت جامد قوي في مكان تمام فانت هتوصل بيك الحال ان انت هتعرف تسيطر على الناس كلها فهتعمل مؤامره على حد تاني. احنا عندنا كده، دي مشكله واحنا لازم نعترف بيها. يعني انا اقول لحضرتك مثال بسيط، اول ما جيت مصر يعني انت كان حصل خوف منك الناس بتلم حواليك. بالظبط، هو من عند ربنا، انا مالي، انا مش الموضوع. اول ما جيت اقول لحضرتك على مثال بسيط، اول ما جيت كنت المثل اللي موجود بيقولوا ان الاهلي فوق الجميع، صح؟ انا ما كنتش مصدق قوي في دوت، يعني لحد ما قعدت الفتره الكبيره اللي قعدتها في مصر وصدقت واتبسطت بده جدا والله العظيم، ان هم بيفضلوا مصلحه النادي الاهلي على مصالحهم الشخصيه غيرنا احنا. احنا دايما كل واحد بيفكر في مصلحته الاول. الكلام ده ممكن ما يجرحش الناس في الزمالك وانت بتقوله، خاصه ان انت بتعقد مقارنه بين الاهلي والزمالك في نفس الجمله. ما هم الناس عارفين كده، لكن هم بيخبوا بيضحكوا على نفسهم. انا ما بعرفش اضحك على حد ولا بضحك على نفسي، انا بقول الموضوع الحقيقي، انا بقول الصراحه. هو مبدئيا طبعا الله يرحم الدكتور خالد توحيد، اعلامي مهني محترم،
حتى في تناوله للقضية ما حاولش يفجر الأزمة. ده بيقول لأيمن عبد العزيز أنت مش شايف إن ده ممكن يعمل لك أزمة عشان يصلح؟ فهو أيمن عبد العزيز جاوب بمنتهى الوضوح، لا أنا راجل واضح مع نفسي، إحنا عندنا مؤامرة وبنعيش جو المؤامرة. الكابتن أيمن عبد العزيز جاي دلوقتي بيعيش هو بنفسه لأنه انضم لنادي الزمالك كعمل، فبيعيش جو المؤامرة وبيتهم إعلام النادي الأهلي اللي هو بيحاربه. دي كانت ردك انت ولحظات صراحتك انت يا كابتن ايمن، انت اللي بتقول مش انا اللي بقول ولا فارس، الرد من عندك انت زي بالظبط ما الكابتن حسن شحاته اللي كلنا بنحترمه وبنقدره رمز كبير من رموز نادي الزمالك قال ان احنا كجماهير نادي الزمالك ومنتمين نادي الزمالك بنحب نعيش في دور المظلوميه لاننا مش بنحقق نجاحات كتير. طبعا مع الصحفي وقتها ابراهيم عيسى، اعتقد موضوع الاعلام الاحمر ردينا عليه بما ان الكابتن هيثم فاروق والكابتن ايمن عبد العزيز في حاله عامه تناولوه. لكن ننتقل لجزء تاني برضو ما زال بيتم فيه ممارسة الضغوط على النادي الأهلي مع برضو إعلامي زملكاوي من فريق عمل أحد البرامج الشهيرة لنادي الزمالك هو الأستاذ صبحي عبد السلام. بالضبط يا أحمد، القضية دي يا جماعة هي في أي أوساط صحفية أو إعلامية في العالم هي تفجير قضية كبيرة جدا، لأن لو تكلمنا عن إعلام أحمر أو إعلام منتمي هنا بنتحدث عن الكورة والملاعب وهي صحيفة تابعة للصحف القومية، وفي كلام اتكتب فيها هو قضية وأزمة بنفجرها، لدرجة ان للأمانة المهنية شادي صبري زميلنا المعد لما كنا بنتكلم في الخبر ده ما صدقش ان هو مكتوب بشكل حقيقي احمد، لدرجه انه راح جاب الاصدار الورقي عشان ما نقعش في فخ ان احنا بنتكلم في حاجه ما حصلتش. ايه اللي حصل؟ زي ما انتم عارفين النادي الاهلي طول الوقت هو النادي اللي بيطالب الاتحادات الافريقيه او المحليه بتطبيق تقنيه الفار، وبيعلن ده لجمهوره وبيتكلم ان ده موقفه الرسمي وبيضغط لتطبيقه، وصدر منه بيان قبل كده ان هو بيستفسر من اتحاد الكره ايه الموانع اللي بتؤخر تطبيق تقنيه الفار. لما يصدر من الاستاذ الصحفي صبحي عبد السلام في صحيفه او اصدار الكره والملاعب مقال فيه كلام شديد الخطوره، محتاجين هنا لازم نوثق الكلام اللي اتكتب في المقال، نجيب المقال معانا ونقول استاذ صبحي عبد السلام قال فيه ايه. تحت عنوان عجبت لك يا اهلي، قال كان الأهلي أول الأندية المطالبة بتطبيق تقنية الفار، وكثيرا ما خرج علينا مسؤولي النادي ينددون بعدم تطبيق هذه التقنية عملا بالمساواة وضبط الأداء التحكيمي والحد من الأخطاء المتكررة في المباريات. هنيجي بعد كده بيتكلم أن اتحاد الكرة شرع في تطبيق الإجراءات إلى هنا وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي تمام نحو اللجوء للتقنية التحكيمية نزولا على رغبة الجميع بمن فيهم النادي الأهلي حقيقي، قبل أن يفجر المفاجأة الغير متوقعة. إيه هي بقى المفاجأة الغير متوقعة يا أستاذ صبحي؟ وذلك بمخاطبة اللجنة الخماسية، أنا مش مصدق والله، محذرا إياها من مخاطر تطبيق الفار. نادي الأهلي خاطب اللجنة الخماسية حذرها من مخاطر تطبيق الفار في الدور الثاني وما قد يسبب من أضرار كبيرة قد تؤدي لعدم مشروعية بطل الدوري هذا الموسم. الأهلي يرى أن التسرع في اللجوء للتقنية في هذا التوقيت سيفتح الباب أمام المزيد من المشاكل والاعتراضات وقد تتعطل المسابقة. لا أختلف أو أتفق مع وجهة نظر الأهلي بخصوص التطبيق، ولكن بلا شك وجهة نظر النادي الكبير ستؤدي لحالة من الارتباك، ولا أعرف الدافع الذي أدى لتراجع الأهلي المفاجئ عن المطالبة بتطبيق الفار، وأن هذا السبب قد بات من المؤكد أنه سيؤدي إلى تأجيل تطبيق الفار. نعم تأجيل التطبيق سيكون هو الحل في ضوء الموقف الأهلاوي المتشدد. وهنا بنروح لكلام في غاية الخطورة، أن إحنا بنتحدث عن أن النادي الأهلي طالب اللجنة الخماسية مطالبة رسمية بعدم تطبيق الفار. للأمانة احنا قلنا هنا ان إيفاب المسؤول او الامين العام ليها تحدث عن استحالة قدرة اتحاد الكرة تطبيق الفار في الدور الثاني، واحنا بالعكس اللي من داخل اعلام النادي الاهلي سجلنا موقف إيفاب وموقف
اتحاد الكره واللجنه الخماسيه، واكدنا على موقف النادي الاهلي هي دي الفار. ان كل الات النادي الاهلي الاعلاميه او الرسميه بتؤكد على حرصنا على تطبيق الفار هنا وانتهى الموضوع. انما ان يخرج في مقال او صحيفه حديث عن ان النادي الاهلي هو اللي طلب من اتحاد الكره تاجيل الفار، وقد يكون هو يعلم في داخله ان نتيجه تصريحات إفاب الرسمية ومخاطباتها أو رسالتها لاتحاد الكرة اللي خرجت في مواقع لها ثقتها، فبيبدأ بقى نعمل إيه؟ يجهز التهمة للصاق التهمة بالأهلي. أحمد نشوف مين نحط عليه قميص عثمان ونحمله الموضوع ونشيله الليلة. أهو شفتوا بقى أنا كنابغة وعملت سبق صحفي واتكلمت إن الفار مش هيتطبق. طب نشوف الأسباب اللي إفاب قالتها لأ، ده النادي الأهلي هو اللي طلب وهو ما اتطبقش. ما ينفعش ده يحصل ابدا في صحيفه قوميه او لها مفترض مصداقيه، وهو نائب رئيس تحريرها اللي المفروض الصحفيين الصغيرين بيتعلموا منه، او ان احنا نحطك في الموقف ده. والله الاستاذ صبحي عبد السلام حتى في فكره تقنيه الفار لما بدانا الاخ العزيز المعد معانا شادي صبري قال لك طب نشوف كان كاتب ايه الاسبوع اللي فات عن تقنيه الفار، لقيناه كاتب كلام متناقض تماما، وانا مش فاهم باي حق او هو ازاي وصل بيه الحاله ان يكون كاتب التناقض ده في اسبوع واحد فقط لا غير. كاتب تطبيق تقنيه الضمير اهم، وهنا كلام خطير جدا بيقول فيه ان مخطئ اللي يتصور ان الجبلايه لما هتطبق تقنيه الفار في الدور الثاني هيكون فيه عداله تحكيميه. لا، الموضوع مش هيكون فيه عداله تحكيميه، وانه مش متفائل خالص بالامر، وان موضوع العداله التحكيميه ده هيحصل جدال كبير جدا على التحكيم. ليه بقى يحصل جدال كبير جدا على التحكيم؟ لان الاستاذ صبحي عبد السلام شايف ان طالما التقنيه دي بيشتغل حكام مصريون وبشريون فالموضوع هيكون في خطا، لان الحكام مستواهم فنيا ضعيف، الحكام ممكن بيخطئوا اخطاء عن دون قصد واخطاء بقصد، وهنا دي يعني انا شايفها جريمه كبرى. مشكله الاستاذ صبحي عبد السلام اللي بيمهد ليها ان حتى لو جت تقنيه الفار يا جماعه ما تقلقوش النادي الاهلي هيتجامل. ليه يا استاذ صبحي؟ لان اصل الحكام اللي عندنا مش بس مستوى فني، في جزء مستوى فني مش كويس، لكن الجزء الاهم ان هو مستوى اخلاقي، وان بيحصل اخطاء بعمد، فبالتالي لو التحكم في تقنيه الفار هيكون اوتوماتيكي فقط لا غير فهنشوف عداله، لكن بما ان دخل الحكم المصري فلا تنتظروا عداله. يعني احنا ايه عايزين ايه يا استاذ صبحي عبد السلام؟ من وجهه نظره قال لو انتوا عايزين تطوروا احنا محتاجين تقنيه الضمير، محتاجين حكامنا المصريين يتم علاجهم خلقيا. اتهامات بشعه جدا، اتهامات صعبه جدا يتم اطلاقها على العوام كده، وفكره التحكيم يعني قال نصيا الاهم من التعامل مع تكنولوجيا الفار هو تهيئه حكامنا الذين سيتعاملون معها اخلاقيا وفنيا من اجل وصول بهم الى قناعه غائبه عنهم منذ عقود طويله من الزمن. ده بيتهم جميع الحكام. تلك القناعه تتلخص في كلمه واحده الا وهي الضمير. وقال صدقوني احنا محتاجين الضمير. يا استاذ صبحي عبد السلام، هل ترضى ان رئيس لجنه الحكام او حكم من هؤلاء، لان انت لما تطلق الامر على عوام كده فانت كده بتسيء الى جميع الحكام، هل ترضى إن حد يشوف التناقض بين المقالتين ويقول لحضرتك إحنا محتاجين بالفعل الضمير في الصحافة؟ هل هتقبلها؟ أعتقد الأمر صعب جدا، وفكرة التشكيك صعب جدا، وموقف متناقض لا يصح إن هو يصدر من حضرتك في جريدة قومية. وأعتقد موقف النادي الأهلي واضح وصريح ومعلن، وبنؤكد عليه للمرة المليون، إحنا مع العدالة التحكيمية، إحنا مع تطبيق تقنية الفار، تقنية محترفة مع حكام مدربين بشكل احترافي وممنهج واخدين فترتهم الكافية في التدريب. واعتقد فقرة في الصندوق والدوري العام بيوضح مين اللي بيتم مجاملته تحكيميا ومين اللي بيدار تحكيميا. كانت رسالة واضحة يا احمد، وما كناش محتاجين نقول فيها كلام مرسل او ان احنا ندعي، لان كل شيء موثق، واحيانا الاشياء الموثقة بتكون مؤلمة ان احنا نشوفها بتحصل من ناس مفترض لهم تاريخهم، ولكن موضوع الضمير بياخدنا لحاجه ثانيه. قضيه اخرى برضه، صحافه وقضيه اخرى. استاذ اسامه خليل ضيف دائم عند كابتن مدحت شلبي، قد يكون كواليس الاسباب ما لناش دعوه بيها، وان كان
مش خافي على ناس كتيرة جدا، ومن حقه يظهر في أي برنامج يتحدث كما يشاء، ولكن يتحدث بالمنطق ويتحدث بما يليق بالنادي الأهلي واللاعبين الكبار في النادي الأهلي اللي لهم تاريخ. نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب. يا راجل انت النهارده بتتكلم على ان النادي الأهلي عايز يجدد لعيبة الكبار، كابتن شريف إكرامي والكابتن وليد سليمان حسام عاشور. حسام عاشور انا طبعا هم يعني قيم وادوا للنادي كتير بالتأكيد، بس مش ما ياخدوش منه بعد ما ادوله. هو بيتكلم عن التجديد للاعبين الكبار في النادي الأهلي، قال جملة غريبة قوي، ان بيوحي ان التجديد ليهم هيكون قرار خاطئ، وجهة نظر لو فنية ماشي، ولكن الحديث عن فكرة ادوا النادي الأهلي كتير لعيبة كبار، بس مش عشان اديته النادي الأهلي تيجوا بقى تاخدوا من النادي الأهلي، إشارة فيها إسقاط ما ينفعش يتقال على اللاعبين دول. ولكن لو حضرتك مش متابع نقول لك، لاعب زي وليد سليمان الموسم الحالي اللي حضرتك بتتكلم عن اللاعب، لاعب 579 دقيقة مع النادي الأهلي في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، سجل 8 أهداف بواقع 5 أهداف في الدوري و3 في دوري أبطال أفريقيا، بمعدل 1.25 هدف لكل 90 دقيقة. ده رقم فني يخلي أي حد عنده قدر ولو ضئيل من فهم كرة القدم لا يجرؤ أنه يتحدث أن اللاعب ده لو جدد يبقى بياخد من النادي حاجة مش حقه. نتحدث عن حارس زي شريف إكرامي، حارس دولي، حارس له تاريخه، فايلر بيصطحبه حتى وهو مصاب لأنه حارس له ثقله، مش أي حارس في السن ده وبالخبرات دي تقدر تقنعه، وانا بقولها صراحة انه هو يقعد احتياطي. احنا بنتكلم بصراحة، ولكن انه يقبل لان ده قواعد النادي الاهلي وهو عارف بيها، يكون موجود احتياطي لحارس ايضا هو حارس مميز وواعد لانه هو عارف ان ده دور من ادواره في النادي الاهلي، ونيجي نلاقي حد بيرمي له حتة انت قاعد احتياطي وبص بقى الحتة دي، ويبقى بتتجامل لو جددولك. دي رسالة مليئة بالخبث ومليئة بفكرة ان انت بتوجه اللاعبين اللي احنا عارفين ان رسالتك ليهم ليس لها قيمة في المعنى ده تحديدا. والاهم بتتحدث عن حسام عاشور، لاعب لابد ان يخرج من الباب الكبير، 12 دوري بيعادل بيهم نادي الزمالك، وان خرج وهو ده شيء فني سيخرج ان شاء الله بالدوري ال13 ليكون هو اعلى من احد الانديه المنافسه، وهو نادي الزمالك تحديدا اللي عنده 12 دوري، وان شاء الله حسام عاشور هيحقق الدوري ال13 مع النادي الاهلي. هو حسام حسن، بما انك ذكرت الكابتن حسام حسن، هو اللي احرز الهدف الوحيد في السداسيه اللي احنا كنا بنتكلم عن السداسيات اللي اثرت بشكل كبير جدا على الكابتن اسامه خليل، واللي خلته بعد المباراه يبكي قهرا على هزيمه كبيره جدا ربما تاثيرها حتى هذه اللحظه في تصريحاته تجاه النادي الاهلي. باستثناء فتره وجيزه كان كابتن اسامه خليل حمامه سلام الى حد ما، كان كابتن اسامه خليل بيرى بشكل مناقض تماما لما يراه الان، كان شايف ان تكريم اللاعبين الكبار اللي بيدوا تاريخ للنادي الاهلي ده امر واجب يتبعه النادي الاهلي. ومش هنروح بعيد، هنروح زي ما احنا بنقول دايما بكلامه هو ورد هو على نفسه، بس في لحظات صراحه او لحظات مصالحه او لحظات مسببه. نخلينا في تعليق 24 نوفمبر 2016 الكابتن اسامه خليل كتب عن قضيه التجديد لعماد متعب والكابتن حسام غالي، الكابتن عماد متعب والكابتن حسام غالي، قال ورغم انه لم يدخل في صدام مع اللاعب فانه اوصى بعدم التجديد له. ده كان بيتكلم عن مارتن يول وازمته مع عماد متعب، بيقول ورغم ان هذا القرار لاقى هوى عند البعض الا انه لم يلقى نفس القبول عند الباشمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي السابق الذي رفض الفكره حتى وان كانت رغبه فنيه لها، وكانت لديه اسباب اهمها ان عماد متعب من علامات ورموز الكره في الاهلي، كلام جميل جدا، وان عدم التجديد له فجاه سيضر بالصوره الذهنيه لكيان الاهلي باعتباره
حضانا لأبنائه المجدين والمجتهدين الذين تركوا علامة في تاريخه. أعتقد الكابتن شريف إكرامي، الكابتن وليد سليمان، الكابتن حسام عاشور مؤثرين جدا في صنع تاريخ النادي الأهلي، ومؤثرين جدا في زيادة شعبية النادي الأهلي مع تريكة وبركات وائل الجمعة والأسماء الكبيرة، وطبعا كابتن عماد متعب. وأن من حق اللاعب على إدارة نادي أن يحصل على فرصة كاملة، وأن يأتي قرار الاعتزال أو اللعب الغير الأهلي نابعا من ذاته وليس بدافع إجباري من إدارة النادي، خاصة أن القائمة كبيرة ومتعب لن يعجزها. وهنا جاء من يقول ولكن الأهلي قد يخسر ماليا. إحنا هنا بقى قدام وجهة نظر تانية ربما يتبناها الكابتن أسامة خليل، طب ليه بقى تاخده من نادي الأهلي؟ كان رد برضو الكابتن أسامة خليل أن عقد لاعب قد لا يستفيد من فريق فني، فكان الرد بانه ليس هناك جزم بان اللاعب لن يكون مفيدا. هنا انت ازاي بقى بتجزم على لعيبه لسه رجليها في الملعب، لسه مؤثرين مع الفريق سواء داخل الملعب او خارج الملعب، زي ما قلنا وكابتن شريف اكرامي وتصريحاته الحاضره دايما مع ريني فايلر، ازاي بتحكم عليه ان هو لما يجدد سنه او سنتين او وات ايفر ايا كان يبقى هو مش هيقدم حاجه للنادي الاهلي؟ اعتقد ده رايك انت، دي قناعاتك انت، ولكن وقت ما كنت 2016 متواجد الى حد ما داخل النادي الاهلي، اعتقد تاثير 6-1 على حضرتك اللي شفناه بعد المباراه اعتقد هو عاد مره اخرى ليتم استعراضه بشكل كبير وموسع بشكل شبه كمان اسبوعي مع الكابتن مدحت شلبي. ردينا عليك من منطلق ردك في قضية اللاعبين الأربعة، لكن لسه عندنا كلام تاني يا فارس عن الكابتن أسامة خليل اللي تقريبا بقى بيسخر الحلقة لمهاجمة النادي الأهلي بشكل السم في العسل. لا ده مش سم في عسل، السم واضح، اتهامات كمان مرسلة واتهامات لمسؤولين بعينهم، وطبعا الكلام بيكون واضح وصريح كل اللي بيدور حواليه. وعلى فكرة احنا مش متضايقين، احنا بالعكس ده فرصة ان احنا نؤكد كل مرة ان في خطأ كبير جدا 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 ان اسمك يقترن باي شيء له علاقة بالنادي الاهلي. هنطلع نشوف تناقض جديد لأستاذ أسامة خليل ما كانش في الحلقة دي، كان في حلقة سابقة بيتحدث فيها عن فكرة انضمام كهربا للنادي الاهلي. نطلع نشوف الفيديو ونرجع معك. أنا شهرين ها لا نتحدث، يعني بالظبط 3 أيام والرابع أو 4 أيام والخامس الناس تتكلم على إن كهربا جه، كهربا دخل، كهربا ماشي في الشارع، كهربا قرب من الجزيرة، كهربا دفع فلوس النادي اللي بيلعب فيه، لا كهربا خلاص بقى 4 سنين ونص، لا ده خد مقدم العقد. إيه الوهم اللي إحنا عايشينه ده؟ ده اسمها إفلاس في الصحافة. بس أنا مش شايف إن هو إفلاس بقى قوي، أنا شايف هو توجيه من جماهير، من مؤسس، من شيء خفي عايز يعمل فتنه ما بين الاهلي والزمالك. خلي بالك هذا الامر بغض النظر عن كهربا، يعني هو لازم نقول هو من نجوم الزمالك طبعا، وهو امر مؤثر زي بالظبط كده زي الجرح اللي سببه عبد الله السعيد، رغم ان موقف عبد الله السعيد مع النادي الاهلي مختلف تماما، لان عبد الله السعيد كان عقده انتهى وكان من حقه ان يتعاقد، ما كانش هرب زي كهربا. فهو برضه في الاخر جمهور الزمالك يعني حازز عليه نفسه في هذا الامر، فما تلاقي ان كل يوم الاعلام يا سيدي خلاص هو راح، زي ما انت قلت هو راح، احنا بنشغل نفسنا في. وعايز اقول لك ان اداره النادي الاهلي بس احنا بننسى. تملي دي قاعده عندها، انا ما بعلنش على حاجه قبل ما تخلص. هنا في شقين في الكلام، حب استاذ اسامه خليل يتبنى دور الاعلام الواعظ اللي احنا نتفق معاه في الحته دي، ان هو بيشوف ان الحديث عن فكرة كهربا وان كهربا انتقل من نادي لنادي وان حصل مشكلة او كده ده بيثير الفتن بين الجمهورين. حلو، أسامة هيرجع ويرد فيما بعد ده، ولكن في نقطة مهمة جدا، هو وقف عند فكرة انتقال عبد الله السعيد ودلل على موقف الزمالك انه مش مشابه وما كانش فيه اي مشكلة، واحنا هنفضل بنؤكد ان الفكرة دي مش هتمرر. حضرتك بتتحدث عن عبد الله السعيد لاعب في 6 شهور الاخيره، الفيفا بيقول ان من حقه التفاوض المباشر مش من خلال النادي بتاعه، مع النادي اللي عايز يضمه يتفاوض مباشره معاه، ولكن يكون النادي اللي بيضمه على علم بالمفاوضات من مبدا الفير بلاي. ولكن حضرتك هنا جيت اتكلمت ان ده اجراء قانوني، ماشي هنيجي نقول حالات قليله قوي ان انت بتخطر في اخر ال6 شهور هنمشي في الحته دي، ولكن جيت عند كهربا اللي اتكلمت ان هو موقف مختلف تماما. كهربا في حاجه، انت لو بتاخد بالمعايير دي كهربا لاعب قد يكون بينه وبين نادي السابق خلاف عند اتحاد الكره، انتقل لنادي
خارج مصر خالص، كان وارد يرجع على بيراميدز، يرجع على الاهلي، يرجع على اي نادي، رجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي مش طرف خالص في مشكلته مع نادي الزمالك. اما وان حضرتك تفتش في النوايا، فحضرتك ما بتعملش ده الا من جانب واحد، وده عوار واضح جدا في وجهات النظر. ولكن هل توقف يا أسامة العوار عند الحتة دي؟ بس هو ربما يكون معاه حق، يعني ان احنا ما ينفعش نقعد نتكلم عن كهربا شهرين. حتى لو قعدنا نتكلم عن عبد الله السعيد، نفس التشبيه اللي جابه، اربع شهور حتى وهو بيلعب مع النادي الاهلي، حتى وهو بعد ما انتقل لاهلي جده، حتى لما رجع بيراميدز، وضغوط كتيره جدا، وفكره خدنا قلب النادي، لا ده عادي جدا ما فيهوش مشكله. لكن مشكله جدا مع كهربا، متفق معاك جدا، متفق مع مبدأك، بس دي كانت حلقة قديمة. تعال نشوف حلقة امبارح كده، انت كنت بتتكلم عن مين؟ ما عندناش دراسات تسويق، دي نمرة واحد، وما عندناش مسوقين، ما عندناش دارسين، لان احنا اساسا يعني عايز اقول لك احنا ما عندناش اجهزة فنية واعية ودارسة ومتعلمة وتقدر تنمي الكورة. ليه؟ احنا بنتكلم في خمس ست اسماء مثلا في الكورة، ما عندناش قواعد حتى في ادبيات التعامل ما بين الاندية وبعضها بعض. ما عندناش ادبيات في قواعد في ادبيات التعامل. انا بشوف لعيبه بيبقى عايز يضرب الحكم وما زال يا ابني اشطبه. في لاعب في ماتش في الزمالك، ماتش في الزمالك لقيت لعيب زمالك بيعترضه فعلا، يعني انا صعب عليا الحكم. بقت ظاهره ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ كان بيحسب ضرب جزاء تاني ناس دخل عليه زي كنا يضربوه. بس انت عايز تقول، عايز تطلب من اللعيب مثلا ان هو ايه، في حين ان النادي مثلا انا مثلا قضيه الكهرباء، انا احب اتكلم في قضيه الكهرباء. كهربا لعيب جيد ورائع وعظيم بس خلي بالك الوقت يداهمنا يعني. لا 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 انا عايز اكلمك علشان اوريك يعني عدم النظام وعدم وجود القواعد. هذا رجل لديه عقد مع نادي واتحاد الكره معترف به، نادي اخر بيخرجه بره بيرجعه تاني عادي خالص. خلي بالك جزء من ازمتنا، معلش عايز اكملها لك، في ازمه الصناعه الاعلام. هذا اعلام اسوأ من الصناعه، لانه فعلا يعني يكبر الاهلي ويكبر الزمالك. هو ايه اللي حصل يا استاذ اسامه؟ ايه اللي حصل؟ كنت بتقول في حلقه قديمه مش عايزين نقعد نلقي الضوء على كهربا، وعيب من الاعلام ان هو يتكلم شهرين. المره دي بقى انت اصلا قضيتك ما كانتش كهربا، وحتى السؤال اللي اتوجه لك ما كانش فيه سؤال متوجه خالص يخص كهربا. انت كنت بتتكلم عن فكره عن ما عندناش احتراف، ما عندناش مش عارف ثقافه ايه، ما عندناش تسويق، ما عندناش ده، احنا ما عندناش صحافه، ما عندناش اعلام بالشكل ده كمان. لما نقعد نردد كلام احنا نفسنا بنتناقض معاه. كابتن مدحت بيقول لك بس سريعا عندنا وقت، قلت له ده انا عايز اتكلم في موضوع كهربا. يعني ده انت اللي عاوز بقى، يعني انت اللي عاوز تتكلم في موضوع كهربا، فازاي جاي تتكلم وتقول بقى لنا شهرين بنتكلم في قضيه كهربا؟ هل هو الموضوع لما لقينا كهربا فايق وشال الضغوط من عليه ولعب وسجل هدفين ايا كان المنافس في النهايه، هو خلاص رفع الضغوط من عليه وبدا يدوب مع الفرقه وكان هيسجل هاتريك مع اول ظهور والدنيا حلوه جدا، فانت جاي بقى نقوم نجيب سيره كهربا وعاوز اتكلم عن كهربا عشان تجر الاعلام لفكره الضغوط؟ انا متهيألي كابتن مدحت يعني خد الكلام منك على اساس ان الفاصل انتهى او ان الحلقه انتهت ومعلقش، ولكن احنا بس حبينا نوضح ان اللي انت بتقوله من اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين بترجع تفعل عكسه تماما في صوره بقت متكرره جدا في تناولاتنا للريمونتادا، فكره التناقض. رجاء احترموا عقول المشاهدين، احترموا عقول المشاهدين عشان ده بيأثر شئنا ام ابينا في جيل ممكن يكون عندهم 17 18 سنه بنكون وجهه نظر او صوره ذهنيه ليهم عن الاعلام الرياضي بشكل سيء جدا. اكيد يا احمد، وبعدين هي بتتلعب بحرفيه شديده جدا، فكره ان هو يحط لك حاجتين كل حاجه حسب وقتها. وقت ما كهربا النادي الاهلي قد يكون فيه انتصار معنوي فكره انه يضم لاعب مهم، ما تتكلمش. وقت ما اللاعب يبدا يتالق ابدا اضغط وادوس في الكلام اللي انا كنت شايف وقتها ان مش ده وقت ان انا ادوس فيه، اتكلم عن ان النادي الاهلي عمل كوبري وكلام مرسل، بس اجي اقول عبد الله السعيد التفاوض معاه كان ما فيهوش اي مشكله. اعتقد ان لا، ده شيء معمول بحرفيه شديده، ولكن لما بيتكشف بيبقى شكله وحش قوي. هو مكشوف اساسا يعني. هو مكشوف حقيقه. هنيجي بقى لاخر مسك الختام. بما اننا جبنا سيره احنا كل مره سته، موضوع السته ده كان مشكله ان هو اتفتح للامانه. 6-1 الخاصه بالنادي الاهلي الشهيره، كابتن رضا سيكا كان له تصريح يخص مباراه ال6-1، يمكن حب يفسد فكره فرحه النادي الاهلي بال6-1 على طريقه افساد الفرحه بال6-0، ولكن اعتقد مش هينجح في ده. نطلع ونشوف الفيديو من كابتن رضا سيكا.
كل ما تيجي تلف الدنيا يابا ما يروحش الزمالك ده ماتش 6-1 6-1 ايه يا عم؟ كنت متخيل اذا كان تاني يوم انا تاني يوم مش بعدها بثلاث اربع ايام طالع مع محمد عباس عندك صاحبك في قناه اسمها كان الدريم تقريبا وكان في الفيلا بتاعت رئيس القناه اسمه حسن راتب الراجل المحترم دوت وانا بلساني قلت له حصل 1-2-3 وكان لعيبه قاعده 1-2-3 مع الدكتور كمال درويش وكده كده هم اللي بعين الماتش. ايه؟ انا اللي بقول لك وعلى أنا فكرة لازم تصب الرهبة لما تسمع ان تشكيل فيه كابتن محمد عبد المنصف كابتن طارق السيد كابتن ابراهيم حسن كابتن حسام حسن محمد ابو العيلة تامر عبد الحميد حازم امام حسام حسن جمال حمزة عبد الحليم علي ان الناس دي فكرة ان هي تفرط في مباراة او تبيع مباراة هو شيء مفزع ومرعب. قد يكون كابتن رضا سيكا تم التراشق معاه فكرة أنه هو أحد أسباب الخسارة أنه هو لعب وهو مصاب ولكن ما يكونش الرد وانت بترد تمام حق الزمالة أو فكرة أن انت ما تحفظ الحقوق الزمالة أو أنك تقول على أسماء زي دي باعت المباراة شأن يخصك ويخص اللاعبين دي ولكن احنا نفسنا نربى أن احنا نقول ده تماما ونرفض ده تماما ونشوف كمان أنه يقلل من انتصار تاريخي للنادي الاهلي ما كانتش دي ابدا مسبباته كان له مسببات تانية خالص يا احمد واحنا لن نسمح اصلا بفكره اللي هو التزييف الانتصار التاريخي اللي حصل للنادي الاهلي على ارض الملعب اللي انا شخصيا بعد المباراه انا ما كنتش واضع الناس الثلاثيه فقط لغير وده اللي عمله مانويل جوزيه مع اللاعبين لان كانت مباراه تنتهي برقم اعلى من ده لكن الحقيقه هو كابتن رضا سيكا تحمل هو الليله بالظبط او شال الليله بالبلدي كده لكن فكره انا مش هختار انا مش زي فارس فكره اهدي ان انا هندهش لان انا اعرف ان الكلام ده باين عليه كتير جدا لكن اكيد من حق لاعبين في نادي الزمالك كانت تدافع او توضح وجهه النظر في مباراه 6-1 نشوف كابتن جمال حمزه قال ايه. احنا تامر عبد الحميد طبعا ورا خلاص انت نص الملعب فقدته لان تامر بقى اغلبيه الوقت ورا ابو العيله بس لوحده في نص الملعب وقدامه انا وحازم محمد عبد الواحد وقدام الكابتن حسام لخبطه ابراهيم حسن طاير والناحيه الثانيه كان طارق طاير فلخبطه طبعا اول يعني عمرنا ما لعبنا كده فاهم فانت فجاه رحت مغير الطريقه مغير الناس اللي كانت بتلعب لما عايز يلحق بقى يعني يظبط الموضوع شويه كان الموضوع خلاص النتيجه بقت 3-1 فالموضوع بقى صعب طبعا بقى صعب جدا يعني بس انت في الثانيه الاولى ما اعتقدش ان الخطه كانت فرقت قوي كده يعني قصدي تسجيل الاهلي في الهدف الاول في الثانيه الاولى دي او في الدقيقه الاولى هبطكم انتم معنويا؟ لا مش الهدف الاول لا هو سيناريو المباراه نفسه يعني الهدف الاولاني انت كنت ممكن ترجع للقاء لو انت بتلعب صح وجي فيك هدف ماشي. لا ممكن ترجع حتى لو بدري قوي كده حتى لا لو بادئ غلط بدري لو بدري لا عادي بدري جدا لا بدري جدا طبعا لسه الناس ما قالتش التشكيل الفريقين بالظبط كده فلا طبعا الهدف بدري جدا من اللخبطه اللي كانت موجوده ماشي يعني هي برضو من اللخبطه اللي هو عملها طبعا اللعب والطريقه وبتاع طبعا ماشي بالظبط ولكن انت لو بتلعب صح ممكن تتاثر ربع ساعه مثلا تبقى لسه الموضوع لو دخل فيك هدف بدري بس في الاخر هتبقى متماسك يعني عمرها ما كانت هتوصل لسته طب انتوا برضو اسامي كبيره بعد لقاء زي ده قعدتكم مع بعض كان الكلام فيها عامل ازاي؟ يعني هو اللي هدى الموضوع شويه ان احنا خدنا الكاس على طول يعني هي دي برضو اللي ايه هدت الموضوع شويه احنا طبعا قعدنا مثلا بتاع 3 4 ايام مش مستوعبين مش طبعا مستوعبين ما حدش كان بيروح التمرين اصلا وبعدين دخلنا على ماتش كان لازم نلعبه كان ماتش اعتقد بلديه المحله في الدوري كان بعديها لان بعديها على طول ماتش الكاس فروحنا على المعسكر على طول ما يعني ما اتمرناش حتى في النادي كابتن جمال حمزه كابتن جمال حمزه بيتكلم عن فكره اوتوفيستر والمدير الفني والتشكيل او الخطه اللي ما كانوش معتادين عليها فبالتالي مع الهدف بدري من النادي الاهلي يمكن قال لك قبل ما يقولوا اسماء التشكيل كابتن مدحت شلبي طبعا السلام عليكم الهدف الاول رضا شحاته فده كان اسباب هي فكره هزيمه الزمالك بسته وقال انه كان الممكن المفروض النتيجه ما توصلش عشان نكون منطقيين هو المباريات دي ما بتتكررش كتير هي مباريات ما بتتكررش كتير ظروفها واحداثها بتبقى
كل فتره طويله من الزمن، يمكن حتى في مباراه السوبر دي كانت وارد جدا تدخل في فكره السته، لكن اصابات وبتاع فغيرت ظروف المباراه، فبقت من نتيجه ممكن تكون كبيره للاهلي بقت 3-2. لكن اعترف في النهايه ان القصه لا في بيع ولا في شراء، وان الامر كله خطه من اوتوفيست الغلط. الامور فنيه واضحه، بس ما كانش ده التصريح الوحيد. نحب كمان نسمع كابتن بشير التبعي اللي هو احد ابطال المباراه، اللي اولى ان هو كان يشوف اي حجه تانية، ولكن كان رايه صريح وواضح. نطلع ونشوف الفيديو. دخلنا على ماتش بقى السته، فانت حسيت من قبل اللقاء ان الراجل شايف نفسه. هو الراجل شايف نفسه، بس احنا مش هنخسر كده خالص اصلا، ما ينفعش نخسر كده. احنا كنا جامدين جدا، احنا لسه بنسخن في كرة طولت من كابتن ابراهيم مش عارف بصايه مين، ده الجون الاولاني حتى لسه التلفزيون ما نقلش 1-0. انا ما جينا نلم نفسنا الثاني، انا ما جينا نفسنا الثالث بقى 3-1. 3-1 قلنا هنلم نفسنا 3-1، ده كله بقى طاير لقدام، عايزين يعني تعوض بقى بالظبط. شلت يعني والماتش شغال، يعني عايز الحكم يصفر بأي طريقه نخلص، يعني كان ممكن يخلص اكتر من كده بكتير، لان ممكن يخلص اكتر من كده طبعا، لان كله خلاص يعني بعد اربعه، بعد عمرها ما حصل اربعه وخمسه، وجمهور النادي الاهلي ضاغطنا في الملعب وجمهورنا بيشتم فينا. إيه عايز الحكم طبعا، انت خسران انت عايز يعمل ايه؟ انت خسران اربعه وخسران خمسه وخايف، ما انتش قادر، ما حدش قادر يعمل حاجه، كل اللي بياخد الكوره بيهرب منها او بيدي وش الناحيه الثانيه. بس هل فعلا في حد، انا مش فاكر مين والله، اللي قال انه لما انتوا جبتوا الجون، لما اول ما كابتن حسام جاب الجون 3-1. تحمل كابتن بشير التبعي وكابتن جمال حمزه الم المباراه اللي ما حاولوش يشوفوا له اي مدخل تاني، عشان نوثق معاكم فكره ان النادي الاهلي حقق فوز تاريخي ومستحق، ولكن احمد عنده مبرر اخر لدوافع كابتن رضا، مش في كلام كابتن رضا، ولكن هل هي سابقه اولى من نوعها ولا لا؟ احمد، هو قبل ما نروح ليه انا ما اندهشتش منك، انا عايز بس اقول ان تحيه للكابتن بشير التبعي ان هو قدر يتجاوز المحنه دي بالفعل ورجع لمستوى مرة أخرى. لكن ليه أنا بقى لم أندهش من فكرة الكلام عن بيع أو اتفاق اللاعبين على الهزيمة أو الخسارة؟ لأن الموضوع ده تقريبا له فلسفته في بعض الأحيان مع بعض المنتمين لنادي الزمالك مع الهزايم الكبيرة. تخيلوا لما نرجع لسنة 87 ونشوف الكابتن عفت نصار بيتكلم عن هزيمة كوماسي 5-1 بسبب الخناقه. كان عندي 16 سنه او 17 سنه اللي حاجه بسيطه، وكنت بلعب ماتش الزمالك واشانت كوتو في غانا. الماتش ده اتغلبنا فيه 5-1. كان في بعض بعض اللاعبين او كان عندنا مدير فني خانوا التوفيق ان هو اعلن اسماء ان هي تبطل كوره بعد ما نرجع مصر من المباراه دي. فكان قبل كده بطل لعيبه، كان مستر باركر الانجليزي كان بطل حوالي 7 لعيبه، وقال لي 5 لعيبه ان احنا بعد ما نوصل مصر الخمس دول هيمشوا ويبتدي يجدد الفرقه وهيلعبوا الماتش ده. الخمسه بيلعبوا الماتش ده. ايوه. فاللعيبه الكبار دولت اتفقوا مع بعض بطريقه ما ان هم يعملوا ايه؟ ان هم ان ما يكسبوش الماتش عشان الراجل ده يمشي وكده والكلام ده. ده مين الخمسه كانوا مين؟ خلاص بقى يعني انت قلت باركر وقلت الماتش. لا انا قلت الاسماء. ايوه لا انا هقول والخمسه الكبار ده لو رجعناها هنعرفهم، هتعرفهم عادي يعني اغلبهم معروف يعني. المهم شوف المشكله دي كان عندي 17 سنه الا عدى فتره من الزمن وجه لقيت واحد اعلامي برضو حبيب الناس دي كاتب ان انا كنت سبب رئيسي وان انا عملت كومبينه على الفرقه. ده انا عندي 17 سنه الا يعني انا كنت في الفرقه ما حدش بيقول لي عفت انت يالا. هو الكابتن عفت فعلا كان صغير جدا، لكن احنا بنوضح الفكره كلها ان مع اي هزيمه كبيره دايما بندور على فكره ان في كومبينه معموله، في حاجه معموله، برغم مثلا ان المباراه دي كانت في سبتمبر، واحنا قلنا خماسيات الزمالك في سبتمبر ما اكثرها، فمباراه في سبتمبر وانت بتتكلم عن لعيبه هتلعب وتقول ان هم هينزلوا يروحوا ما يكملوش، ما اعرفش وقتها القايمه كان بتخلص امتى، والانتقالات الصيفيه كانت يمكن الصيف بعد سبتمبر وقتها او حاجه من هذا القبيل، لكن ده لا يعنيني مدى صدق الكابتن عفت من عدمه. لكن الفكره كلها هو مع كل هزيمه ثقيله لازم يكون في كومبينه معموله على الفريق. هل ده يصح يطلق على رموز حاليين لنادي الزمالك او رموز سابقين؟ اتمنى، انا من وجهه نظري انا اتقبل فكره ان الهزيمه الكبيره تكون دي اوف افضل بكتير جدا من انا احاول اشوه لاعبين لعبت لنادي الزمالك واخلصت ويتقال انها كانت بتعمل كومبينه على مدير فني سواء 6-1 او 5-1. وكده نكون وصلنا لنهايه الفقره دي. وصلنا لنهاية الفقرة ومعاها نهاية الحلقة.
كانت مزيد من الأكاذيب اللي استدعت مزيد من الحقائق كتير جدا من الجمهور، خصوصا الصغير اللي ممكن يكون في أوقات كتيرة ما عصرش الكلام ده. وعشان كده دور مهم جدا انك لا تسمح للإعلام الآخر انه يزيف الحقائق وتتحول الأكاذيب لحقائق. وتاريخ النادي الأهلي كتب بخط أحمر، مش بس عشان ده لون شعاره أو تيشيرته، ولكن عشان تاريخ النادي الأهلي هيفضل خط أحمر في أعين جمهوره ومسؤوليه وكل المنتمين ليه. نشوفكم في حلقة جديدة، والأهلي خط أحمر.